اهلا بيكم، واهلا بيكم طبعا في برنامجنا التاسعة. يمكن الفرحة اللي موجودة في اذهاننا وفي قلوبنا وفي ارواحنا بالمناسبة كمان بما يحدث الان، الحقيقة يعني اكبر بكتير من انها توصف. احنا بنتكلم على زي ما حضراتكم بالتأكيد عارفين وتابعتوا مع زملائي في نشرة التاسعة، انه حركة حماس وقفت على الاقتراح والجهد المصري في وقف اطلاق النار على الاراضي الفلسطينية وتحديدا في قطاع غزة، وده شيء كان كبير جدا ومهم جدا. لك أن تتخيل قدر استطاعة خيالك للوصول مدى الجهد، زي ما كنت بتكلم مع زمايلي، الجهد اللي بذله المفاوض المصري، الضغوط اللي مارسها المفاوض المصري على كل الأطراف علشان نقدر نوصل لهذا المشهد الاحتفالي في قطاع غزة. مصر يا سادة يا كرام قامت بدور تاريخي، لم يكن أحد يتصور على الإطلاق، لم يكن أحد يتصور على الإطلاق. أديكوا شفتوا كل عواصم الدنيا، كل عواصم الدنيا كانت بتتكلم على وهناك ضرورة ملحة لوقف إطلاق النار على في قطاع غزة فلسطين، يجب وقف هذه الحرب فورا، يجب أن تعمل كل الأطراف على إيقاف هذه الحرب. مصر قامت بدور عظيم ودور تاريخي، أولا لأجل الإنسان والمواطن الفلسطيني، أولا قبل كل شيء، يجي بعدها الأمن القومي العربي، يجي بعدها الأمن القومي المصري طبعا مما لا شك فيه، يجي بعدها أمن الفلسطينيين والحفاظ على حياتهم والحيلولة دون إراقة المزيد من الدماء، الحيلولة دون ارتقاء المزيد من الشهداء، الحيلولة دون أنه تتصاعد أو تتزايد أعداد المصابين والشهداء وما إلى ذلك. مصر بذلت كل الجهود الممكنة على كافة الأصعدة. أقدر أكلمك على الدور المصري تاريخيا، وكمان أقدر أكلمك على الدور المصري بدءا من يوم 7 أكتوبر 2023، الدور اللي بذلته مصر أولا علشان وصول كافة المساعدات قدر استطاعة أي بني آدم، علشان نقدر نوصلها لقطاع غزة، عشان خاطر الناس تقدر تعيش وتاكل وتشرب، عشان الناس تقدر تتعالج، علشان نقدر نضمد جراح المصابين، علشان نقدر ننقل المصابين ويجولنا في جمهورية مصر العربية ويبقوا جوه المستشفيات المصرية. ده كان جهد، هذا الجهد بذل من كافة المؤسسات، من الدولة المصرية، من فخامة رئيس الجمهورية. الكل كان يعمل دون هوادة ودون نوم. أجزم بأنه محدش كان بينام على الإطلاق. لو احنا بنتكلم بشكل واقعي، عدد ساعات النوم هتلاقيها أقل القليل من 7 أكتوبر وحتى هذه اللحظة. خد بالك، من 7 أكتوبر وحتى هذه اللحظة أقل القليل. ليه؟ لأنه في النهاية خالص كان لازم نوصل لهذا الوضع اللي هو وقف لإطلاق النيران في قطاع غزة. احنا بنتكلم على دولة بذلت الغالي والنفيس ومارست كل أنواع الضغط على كل الأطراف علشان خاطر المواطن البني آدم الإنسان الفلسطيني توصل له المساعدات. ده واحد. اتنين، نحن نوقف هذه الحرب قدر الاستطاعة. انت بتتكلم على، ويمكن أتمنى وأطلب من زملائي يحطوا لي هذه المشاهد على الشاشة، مشاهد لاحتفال أهالينا في غزة بموافقة حماس على هذه السيدة. هذه الصورة، هذا الفيديو يجب أن يدور ويملأ العالم. هذه السيدة التي تسجد لله شكرا، تسجد لله شكرا، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. ناس في غزة زي ما انتم شايفين، احنا بنتكلم على 2.5 مليون بني آدم تقريبا سعداء بوقف إطلاق النار، عارفين مصر قدرت إنها تقدم إيه، فاهمين مصر بذلت قد إيه جهد، فاهمين الدور التاريخي اللي لعبته مصر علشان أهالينا في فلسطين. مش بس كده، أنا عايز أكلمك على إنه الشعب المصري نفسه سعيد جدا 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 بهذا الدور العظيم والتاريخي اللي بذلته الدولة المصرية للوصول لاتفاق وقف إطلاق النار. أنا وأنا بتكلمكم حتى قبل ما نبدأ الحلقة على طول، أنا شايف قدامي زمايلي هنا جوه الاستوديو، زملائي كلهم. أول ما كنا بنعرض فيه النشرة دلوقتي مع زميلي رجائي وزميلتي حكمة وبتتعرض هذه المشاهد لقطاع غزة، كل زملائي الأعزاء في الاستوديو واقفين قدام الشاشة بيتابعوا هذه الفرحة وهذا الاحتفال. يا جماعة
احنا بنتكلم على انه مصر قدرت انها تصل لهذا الاتفاق اللي كل العالم ظن انه عمره ما هيحصل. انا بكلمك وفي نفس الوقت بقول لك انه انا معبري مفتوح من ناحيتي عشان اهو عشان اقدر اوصل هذه المساعدات حتى اللحظات، يعني لحد من قبل ما يمكن ادخل معاكم على الهواء ولا زال الموضوع مستمر، ايصال المساعدات الانسانيه من مصر الى اهالينا في قطاع غزه فلسطين مستمره وسوف تستمر طول ما اهالينا محتاجين هذه المساعدات، طول ما احنا واقفين في ظهرهم، بل اقدر اقول لك واقفين كتف بكتف مع اهالينا في فلسطين. لن نترك فلسطين ابدا، مصر لن تترك فلسطين، مصر لا تترك اي شعب عربي على الإطلاق، مصر لا تتخلى أبدا عن دورها التاريخي والمحوري والمركزي في المنطقة العربية وفي منطقة الشرق الأوسط بأسره. الوساطات اللي اتعملت ما بين أو بالأدق المفاوضات اللي اتعملت والضغوط اللي مارستها مصر والمكالمات والمقابلات والاجتماعات على أعلى المستويات ما بين مصر وما بين كافة زعماء العالم وكافة قادتي الحقيقة لا توصف، فما بالك كمان بالمفاوضات اللي كانت بتدار سواء إذا كانت مع المقاومة وحركة حماس ومع الجانب الإسرائيلي وما إلى ذلك. الضغوط اللي مارستها مصر، ومصر دولة كبيرة قوي قوي ودولة تقيلة، هي الدولة الأثقل الحقيقة، ولولا الدور المصري ما كنا وصلنا إلى هذا المشهد. وطبعا كله بأمر ربنا سبحانه وتعالى وبتوفيقه، بس لأنه المفاوض المصري والدور المصري هو الدور مش الأكثر نزاهة، أنا بقول لكم هو الدور النزيه على إطلاق المعنى. مصر لا تريد أي شيء على الإطلاق سوى واحد، استقرار المنطقة بأسرها، اثنين استقرار الأوضاع والهدوء الكامل في فلسطين، وصولا بإذن الله سبحانه وتعالى في حياتنا جميعا وفي أقرب وقت ممكن نوصل لحل الدولتين. في حاجة بقى مهمة جدا وهي إيه، وإحنا بنتكلم هو على الجهود المصرية والضغوط المصرية، يجب على كل العالم، تاني يجب على كل العالم، مرة تالتة يجب على كل العالم، الضغط على الجانب الإسرائيلي للاستجابة في وقف هذه الحرب. العالم لو أنا بتكلم على الرأي العام الدولي على مستوى الشعوب يرفضون هذه الحرب جملة وتفصيلا. الناس شافت المذابح اللي بتحصل على الأراضي الفلسطينية، وطبعا واللي كان تركيزها شديد على قطاع غزة. الحكومات، الأنظمة، القادة، الزعماء تاني بتوع العالم شافوا ده. شافوا ده ازاي؟ شافوا ده الحقيقة واقدر اقولها لك بملو الفم زي ما بتقال كده، بسبب مصر. مصر قدرت انها توضح هذه الصورة، تعلن هذه الصورة، تروج لهذه الصورة وهي الواقع بحد ذاته. ثم زي ما حضراتكم شفتوا مكالمات كل عواصم العالم للقاهرة، كل زعماء، رؤساء حكومات، رؤساء جمهوريات، أمراء، سلاطين، ملوك، وزراء خارجية إلى آخره، الكل أتى إلى فخامة الرئيس، الكل أتى إلى مصر، الكل أتى ليتفاوض أو ليجلس أو ليستمع أو ليفهم من الأجهزة والمؤسسات المصرية. إذن على كل العالم أن هو يضغط على الجانب الإسرائيلي لقبول هذا الوضع، قبول وقف إطلاق النار، قبول وقف هذه الحرب. لا أحد يريد الحرب، يجب أن نقف جميعا لأجل الإنسانية. الآن أصبح هناك دور كبير جدا على كل العالم، على كل الحكومات في الضغط على الجانب الإسرائيلي. من ناحية تانية فخامة الرئيس السيسي قال في تدوينة لي على صفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما نص كالتالي: أتابع عن كثب التطورات الإيجابية التي تمر بها المفاوضات الحالية للتوصل إلى هدنة شاملة في قطاع غزة، وأدعو كل الأطراف لبذل المزيد من الجهد للوصول إلى اتفاق يؤدي إلى إنهاء المأساة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني وإتمام استبدال الرهائن والسجناء. وهنا تنتهي تدوينة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. طيب زي ما كنت بقولك حماس وافقت على وقف إطلاق النار، ومعانا على التليفون الدكتور محمد الباز كاتبنا الصحفي الكبير ورئيس مجلس الإدارة والتحرير لجريدة الدستور. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك يا أستاذ يوسف. نقول مبروك.
يعني بص تقول مبروك على استحياء يعني، لانه يعني وانا بتكلم معاك يعني الافخاي افخاي الاخ افخاي يعني ربنا ما بجيبش من عنده خير ابدا. يعني بتكلم على ان قوات جيش الدفاع بالنسبه لهم الدفاع طبعا تهاجم وتعمل في هذه الاثناء بشكل مباغت ضد اهداف لحماس في منطقه شرق رفح، وقال انه تفاصيل ستنشر لاحقا. يعني ده احدث خبر، لكن ده ما يمنعش ان احنا نحط ما جرى في سياقه او نحط النقط فوق الحروف فيما يتعلق بمصر، لانه ده امر مهم جدا. يعني انت بعد يعني اسابيع من العمل المكثف والمجهد كنت على بعد خطوات قليله جدا من اتمام هذه الهدنه اللي كانت مصر دافعها الاول والاساسي في دوافع انسانيه، يعني تخفف الضغط عن الناس في غزه وتشوف كمان انه اذا جرى دخول رفح او اقتحام رفح انت بتتكلم على مجزره ومذبحه كبرى، يعني بتتكلم طبعا على مئات الالاف من الفلسطينيين يعني كانوا هيروحوا في هذه المذبحه. فمصر هنا كانت لديها دوافع واضحه جدا وقويه جدا لمنع وقوع هذه المذبحه بهذا الاقتحام. المشكله انه في كثير مما لا نعلمه، يعني عندما تقوم حماس بهذه العمليه اللي هي قصف معبر كرم ابو سالم، قد يعتبر بعض المحللين السياسيين انه حماس بهذه الضربه يمكن ان تعزز اوراقها في التفاوض، يعني انه اسرائيل بتقول لاسرائيل ان انا ممكن يعني انا لسه قادر اضرب وانا لسه قادر اعور وانا لسه قادر اصيب، فبتعزز اوراقها في التفاوض. لكن التوقيت كان مريب جدا وبشكل يمكن تخليك حتى تقول انه في حاجات ورا السطور غير مفهومه في الموضوع. مصر الحقيقه قررت الا تتسامح، وهنا ده الكلام اللي يهمنا ويخصنا، يعني قررت الا تتسامح والا تسمح بانهيار الهدنه اللي حصلت. يعني هذه الجهود التي تم تراكمها خلال الاسابيع اللي فاتت، يعني مصر قررت الا تنهار هذه الجهود وكثفت اتصالاتها خلال الساعات اللي فاتت دي، بحيث انه حماس قالت انا هقبل وقف اطلاق النار، بما يعني انه الهدنه المصريه اللي هي على ثلاث مراحل ببنودها وبشروطها انه حماس يعني بتوافق عليه. الطرف الاسرائيلي بمجرد ما اعلنت حماس على لسان اسماعيل هنيه هذا الكلام، بدات في دوائر اسرائيليه تشكك في النوايا وتتحدث ان هذه مناوره، يعني ما الذي يجعلك تحول موقفك من الموافقه على المفاوضات ثم ضرب المعبر لافساد هذه المفاوضات ثم العوده سريعا مره اخرى للموافقه على وقف اطلاق النار. فانه الامر هنا يعني انا زي ما بقول لك بتمنى طبعا ان احنا نقول انه الفلسطينيين اللي خرجوا النهارده في رفح وكانوا بيحتفلوا في الشوارع وشايفين انه في بارقه امل موجوده امامهم، وانه يعني الناس بتقول نتمنى ان الهدنه تحصل، لان هم اعلنوا وقف اعلنوا القبول، لكن لا يعني ذلك ان الهدنه تمت خلاص، وده اللي مخلي اسرائيل تضرب. لانه من جانب اخر يا دكتور، مكتب بنيامين نتنياهو بيتكلم على انه مطالب حماس تختلف عن رؤيتنا وتختلف عن مطالبنا، ده كلامهم. هي دي ومن ناحيه ثانيه يعني اسرائيل، انا عشان الناس بس برضه تبقى شايفه الموقف، يعني هي حماس اعلنت انها تقبل وقف اطلاق النار وتقبل الهدنه. اسرائيل عندها تكنيك بتعمله، انه مثلا تقول ان الهدنه هتبدا النهارده الساعه 12، فتفضل تضرب لحد 12 اللي تكثف ضربات. يعني اللي هي ايه، فانا مش منزعج من اللي حاصل او اللي بيقولوه، لكن هو الانزعاج في الجوله اللي انه الحقيقه انا قدام طرفين، لا حماس ولا الاسرائيليين عندهم رغبه في الوصول الى يعني اتفاق او الى هدنه. ثقه للاطراف وفي مقدمتها مصر هو ده اللي بيدفعهم، يعني ثقه الاطراف. شايف الولايات المتحده بتتكلم وكل الاطراف المعنيه الحقيقه، لان في اطراف طلعت الصوره خلاص، يعني في اطراف موجوده واطراف اقليميه وتشعر وكانها ليست في الاقليم او ان الامر لا يخصها من قريب او من بعيد.
لكن النجاح اللي حاصل النهارده ده يقول لك انه في بلد كبيره اسمها مصر، يقول لك انه في بلد يعني لديها قدره كبيره جدا على اداره التفاوض بحكمه وبصبر وبرؤيه شامله، وهو ده الاهم. يعني مصر ما بتحلش خناقه طارئه او بتحل نزاع طارئ، لا، بتحل في اطار رؤيتها الشامله لقضيه مش عايزاها تتصفى، وفي نفس الوقت بتحافظ على امنها القومي. طب دكتور محمد، يعني يمكن وصححني برضو، يمكن احنا محتاجين المزيد من ضغوط يمارسها بقى المجتمع الدولي على الجانب الاسرائيلي، لانه ما بقاش انا ماشي في اتجاه وقف اطلاق النار وبقدر اجيب موافقات من حركة حماس، وفي نفس الوقت الاقي الجيش الاسرائيلي والاقي مكتب نتنياهو يقول له طب احنا هنستمر في العمليات بس هنبعت فريق المفاوضات. يعني يبقى زي ما كنت بتقول يفضل لحد الساعة 12 الثانية يضرب. بالضبط بالضبط، ده تكنيك اسرائيلي معروف عندهم، لكن هي المشكله الاساسيه الوقت مع حضرتك بتقول ان المجتمع الدولي يضغط. ده بيفتح معايا نقاش في مساحه تانية خالص. اولا طبيعه اللي بيديروا الحرب في اسرائيل الان. النهارده المعارضه الاسرائيليه يعني بتقول لا يوجد في اسرائيل رجل رشيد، ليس هناك رجل عاقل يمكن ان يوقف هذه المهزله اللي حصلت. الاسرائيليين نفسهم بيقولوا لانه الاسرائيليين اضيروا بشكل كبير جدا من هذه الحرب. طبعا المجتمع الدولي هنا يعني عارف، في مذكرات رؤساء الولايات المتحده الامريكيه، في كلام مثلا منهم كلينتون لما قال، لما كنت بتكلم مع نتنياهو انا ما كنتش ببقى عارف هو مين القوى العظمى بالظبط. يعني هل امريكا هي القوى العظمى ولا اسرائيل هي القوى العظمى؟ ايهما صاحب القرار، تل ابيب ولا واشنطن؟ صاحب القرار ده احنا امريكا، لكن هو طبعا لانه انت عارف المال اليهودي والنفوذ اليهودي والاعلام اليهودي للاسف صحيح في العالم هو ده. عشان نقول لانه انت بتقول المجتمع الدولي هو من يدير المجتمع الدولي ومن يحرك المجتمع الدولي ومن يحرك القوى الاساسيه في المجتمع الدولي. انت بتتكلم على سلطه مال بلا حدود، سلطه اعلام بلا حدود، في نفوذ في العالم لليهود، وهم دول ويبدو انه هم دول شايفين انه ما يفعله نتنياهو وحكومه الحرب هو ده المطلوب، او هم ده اللي عاوزين يوصلوا له. انا المشكله الاساسيه اللي كانت لمصر تداركتها النهارده الحقيقه، وعايز اقول لك انه النهارده بقى انا كمواطن مصري، يعني كنت فخور جدا بالمنظومه الاعلاميه اللي شغاله على الارض النهارده، لانها من اللحظه الاولى خلت الروايه المصريه هي الروايه الاساسيه التي تبنتها وسائل الاعلام العربيه. 100% 100% هي ده، هو ده. يعني تخيل ان احنا ما كانش عندنا هذه المنظومه الاعلاميه، ما كانش عندي مثلا القاهره الاخباريه كالقناه الاقليميه بتاعتي، وكان الموقف حصل ان انت بتباشر مفاوضات ثم ضربت حماس واسرائيل قالت لك انا ما فيش مفاوضات خلاص. كان اللي هيصيغ الموقف المصري او اللي هيصيغ الروايه المصريه منصات اخرى لها مصالحها، او كانت هتصيغ هذه الرساله، كان هيبقى في ناراتيف تاني مش بتاعي انا. لكن انت النهارده بالظبط، انت النهارده صاحب القرار وعندك الاداه اللي بتصيغ بيها الروايه بتاعتك ووصلت. واعتقد يعني انا هلفت انتباهك لحاجه مهمه جدا. السفاره الاسرائيليه بعتت رساله للخارجيه الاسرائيليه النهارده انه الاجواء لن تكون في صالحنا بعد اللي بتعمله اسرائيل واللي بتقوله. فانت ضغطت بادوات كثيره جدا، ضغطت بادوات الاعلام النهارده، ان المجتمع المصري كله، الاتحاد القبائل والبيان بتاعه، الاحزاب، المجتمع الاهلي، كل الفئات في مصر بتطلع بيانات بتدعم الموقف صحيح المصري. فانت هنا دي رساله قويه جدا الحقيقه استخدمناها. وزي ما بقول لك يعني في مكاسب لينا، انت بتدفع ثمن كبير، في خسائر كبيره جدا بسبب الموقف اللي احنا واخدينه، في ضغط على الاقتصاد بتاعك، في تهديد للامن القومي، انت منتصف تماما عشان هذا التهديد لا يحدث على الارض طبعا. لكن لما بتبص للصوره بشكل اشمل بتلاقي لا، ان الناس تفخر ان دي بلد محترمه. صح. يعني بص انا مش هقول لك مصر بلد كبيره وبلد عظيمه وبلد قادره، لا، دي بلد محترمه وبتشتغل بضمير وبتشتغل عشان القضيه بشكل اساسي. لانه انا استخدمت تعبير النهارده يعني انه الكل ترك فلسطين في العراء الا مصر، يعني الكل سايبها الا مصر، ويا ريت تلمين من الانتقادات والهجوم والشتائم.
انا اتفق جدا 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 مع وجهة النظر والتحليل والرؤية، بس واحنا بنتكلم دلوقتي يا دكتور لقينا انه الجيش الاسرائيلي بيعلن انه بدأ توغله في مدينة رفح، وده هيخليني اذهب بالسؤال او الاسئله الى مستوى اخر، يعني منين هيبقى بيبعت المفاوضين بتوعه او وفد التفاوض بتاعه بكره الصبح، ومنين بيبدا التوغل في رفح، خاصه في ظل ان مصر كانت واضحه جدا في تحذيراتها من خلال البيان اللي صدر النهارده. هو دي المشكله الاساسيه، انا كنت بقول لحضرتك من شويه ده تكنيك اسرائيل بتعمله لحد ما يقعد على مائدة المفاوضات، لكن ده خرق اصلا للاتفاق، لان احنا طالما اتفقنا على البنود الاساسيه وتوافقنا على الخطوط العريضه فمفروض الا يحدث هذا. خلي بالك انه ليه اسرائيل مش عايزه المفاوضات تنجح ولا عايزه توصل للهدنه؟ اولا في عده اسباب. ان صوره النصر التي وعد بها نتنياهو لم يتحقق منها شيء على الاطلاق. دي نقطة، يعني هو الراجل وعد الإسرائيليين بالقضاء على حماس وأنه لن يكون هناك حماس بعد ذلك، وأنه الراجل أنه الفلسطينيين نفسهم مش هيبقوا موجودين، لأنه لا نتنياهو ولا حد في الحكومة هناك مقتنع بحل الدولتين، وعشان ما يحصلش حل الدولتين لابد تفريغ القطاع من الناس، فيبقى أنت لا شعب ولا أرض، فهتعمل الدولتين على إيه؟ ما قدرش يجيب الرؤوس الأساسية من حركه حماس، لان دي صوره مصر اللي هو بيتكلم عليها. طب انت هو بيتحجج دلوقتي باربع كتائب في رفح، وانت اديته الدليل النهارده امام العالم بنتك لما طلعت الصواريخ من خيمه في رفح عشان تقصف كرم ابو سالم، فهنا دي حماس على جنب. لكن اسرائيل لا تريد ان تصل الى حل ولا تريد ان تصل الى هدنه او تفاوض، لكن تفضل تعمل العمليات العسكريه المحدوده بتاعتها. انا تخميني انه لانه انا مبكرا منذ ساعات قلت يعني انه الناس راجعه للمفاوضات مره اخرى، يعني لما انه السيناريو قلت الناس راجعه للمفاوضات مره اخرى وحماس ستعود للمفاوضات مره اخرى، انا عايز اقول لك انه بالحسبه القديمه وبالمعرفه بالسلوك الاسرائيلي في الحرب هم دول الناس هيحققوا شويه مكاسب، لانه خلي بالك انت عارف المشكله في هذه الحرب ايه؟ ان الغل هو الذي يحرك هذه الحرب، يعني الغل بين الطرفين والرغبه في الانتقام المتبادله بين الطرفين يعني عامل كبير جدا في تحريك هذه الحرب، يمكن قبل الاهداف الاستراتيجيه بتاع كل طرف من الطرفين، في غل شخصي بيحرك هذه المساله. لكن انا اعتقد انه الاتفاق المصري او ما انجزته مصر لا يزال صامت حتى هذه اللحظه رغم ما تقوم به اسرائيل وما تفعله خلال الوقت في اللحظه اللي انا بكلم حضرتك. هي اسرائيل في اللحظات اللي احنا بنتكلم فيها بيحاولوا ان هم يكملوا عملياتهم المحدوده اللي بداوها هذا الصباح، يعني بالظبط، لان هم ما بيعملش اجتياح كامل، يعني لا هو مش انا كامل، لكن هو دي يعني شوف الطرفين لا شيء جديد على الاطلاق تقدر تقول ان هم بيعملوه، يعني الخطوات لدرجة ان الواحد احيانا بيبقى متوقع تصريحات الطرفين هيبقى شكلها عامل ازاي وكل طرف منهم هيقول ايه، والحقيقة لا يخيب ظني ابدا، يعني ربنا يستر، والاهم بس ان احنا نقدر ان احنا يعني المجتمع الدولي يشتغل معانا حبتين زي ما احنا كل هذا الامر وكانه ملقى على ثقل او كل بكل ثقله على كتف المفاوض المصري بس، يعني مصر شالت في هذه الازمة الحقيقه يعني ما تعجز عن حمل الجبال، الحقيقه ده صحيح، يعني ده صحيح، طول الوقت بتقدم مساعدات وبتقدم جهد دبلوماسي وبتقدم تفاوض، يعني عايز اقول لك انه لو قدر وكتب ما يحدث في الغرف المغلقه، والله انا بقول لك البلد دي قد ايه محترمه، وانا مصر على استخدام هذا التعبير تحديدا غير كل التعبيرات الثانيه، نقول كبيره ونقول لا، بلد محترمه بكل المعاني. والله أنا أتفق معاك، يعني أنا دايما أقول مش الطرف الأكثر نزاهة وإنما النزيه على إطلاق المعنى، يعني هو مش الأكثر نزاهة فيدخل في مفاضلة، هو نزيه على إطلاق معنى النزاهة الكاملة في هذه المفاوضات. أنا بشكرك جدا 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 يا دكتور، كل الشكر لكاتبنا الصحفي الكبير الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة الدستور. هستأذنكم هنروح لفاصل وبإذن الله خير، استنونا. We'll be right back.
اهلا بيكم مره تانية. طيب خليني اوضح لك بالظبط اللي بيجرى علشان برضو ايه تبقى انت فاهم اللي بيحصل بالظبط. اسرائيل بتستكمل العمليه اللي بداتها الصبح، الا وهي عمليه محدوده. طب هتيجي تقول لي يعني هل ممكن الموضوع يزيد اكتر من كده؟ اقول لك ما كانوش قالوا بالظبط كده، ما كانوش قالوا احنا هنبعت وفد للمفاوضه او وفد المفاوضين بتاعهم يصل الى القاهره يعني في اقرب وقت. يبقى طالما في وفد جاي للتفاوض يبقى ما فيش اجتياح. حلو كده؟ طيب لكن اللي بيحصل ايه؟ هو بيحصل استكمال للعمليه اللي بدات امتى؟ بدات النهارده الصبح. انا بقول لك ده لانه لازم تبقى عارف كويس جدا اللي بيحصل، وتبقى شايف وفاهم وسامع من فين؟ من الإعلام بتاع جمهورية مصر العربية. ليه؟ لأنه مصر هي الطرف المعني الرئيسي والأكبر والأهم في هذه العملية التفاوضية والضغوط اللي بتتم على كافة الأطراف. ده من ناحية. من ناحية أخرى، ويمكن ده اللي كنا بنتكلم فيه حالا أو كنت بتكلم فيه حالا مع أو قبل شوية مع الدكتور محمد الباز، أنا النهاردة عندي القناة بتاعتي، القناة الإخبارية بتاعتي اللي بتنقل رؤية مصر لما يحدث، اللي بتنقل العين المصرية لما يحدث، ما تراه العين المصرية، ما تقوم به مصر. يعني زي ما بقول لك كده الناراتيف المصري، لأنه إحنا عشنا لسنين طويلة جدا عايشين على للأسف الشديد نتلقى الناراتيف بتاع الوكالة الفلانية والقناة الترتانية والشبكة العلانية وكلهم مهمش مصريين. النهاردة عندي القاهرة الإخبارية، عندي قناة إخبارية كبيرة تغطي الإقليم بالكامل، قادرة على تغطية أي حدث عالمي، وشفنا بعينينا ما حدث من القاهرة أو قدرات قناة القاهرة من يوم 7 أكتوبر والحد دلوقتي. مراسلين على الأرض، تغطيات مستمرة، نقل للرؤية المصرية، نقل للواقع فيما يحدث أو الواقع الفلسطيني جوه قطاع غزة كيفما يجب أن يكون النقل. حلو؟ طيب فأنا عندي القناة بتاعتي قناة القاهرة بتنقل رؤيتي، بتقول الناراتيف أو الخطاب الإعلامي بتاعي. وهنا أقدر أقول لك إنه الدور اللي اتلعب من قناة القاهرة أو قدرات قناة القاهرة، قدراتي الإعلامية كجمهورية مصر العربية أصبحت أمام العالم. ليه؟ لأنه هو مين اللي نقل للعالم ما يحدث؟ مين اللي نقل للعالم ما يحدث؟ مين اللي نقل للعالم هذه المذابح التي تحدث على الأراضي الفلسطينية؟ مين اللي نقل للعالم كل ما يتم من ضغوط، كل ما يتم من وقائع، كل ما قناتي. طيب لو ما كانتش موجودة كنا هناخد من الشبكة دي ومن القناة دي ومن الوكالة دي وهكذا. مهم انك انت تبقى فاهم اللي بيحصل. تعالى كمان علشان اكمل لك اللي بيحصل. صرح المتحدث الرسمي باسم اتحاد القبائل العربية بانه الاتحاد يتابع تطورات الاحداث الجارية في منطقة رفح وهي القريبة من الحدود المصرية، والتهديدات الموجهة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء المناطق الشرقية للمدينة تمهيدا لاجتياحها على حد تعبير البيان. أنا بقول لك أهو تاني يا جماعة، هي استكمال للعملية المحدودة اللي بدأت الصبح. يا جماعة تاني تالت رابع، هذا مجرد استكمال لعملية محدودة بدأت النهاردة الصبح، وإلا ما كانوش أعلنوا إرسال فريق التفاوض. عشان بس نبقى متفقين من الآخر، الكل يريد أن يضمن 100% أنه أول ما يحصل الوقف بتاع إطلاق النار من الجانبين لا عودة للحرب مرة تانية. طيب هكمل لك بيان الاتحاد، اتحاد القبائل العربية بيقول: وإذ يحذر الاتحاد من تداعيات وخطورة إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على اجتياح هذه المنطقة المكدسة بالسكان، ويطالب في الوقت ذاته بتدخل مجلس الأمن الدولي والجهات المعنية لوضع حد لهذا العدوان الذي ستكون له نتائج كارثية.
على حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين وعلى المنطقة بأسرها، ويطالب الاتحاد المجتمع الدولي بكل فئاته بضرورة ممارسة أشد أنواع الضغط على الحكومة الإسرائيلية بالتوقف عن هذا العدوان الأخير الخطير والاستجابة للجهود المصرية الرامية لتحقيق هدنة ما بين حماس والحكومة الإسرائيلية، تمهيدا لوقف دائم لإطلاق النار والتوقف عن العدوان وإنهاء الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني. ويعلن اتحاد القبائل العربية عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني في رفضه كافة الأساليب الهمجية والعدوانية التي تستهدف إرغام الفلسطينيين على التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، وهو الهدف الحقيقي لحكومة نتنياهو، وهو المخطط الذي حذر منه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظات الأولى للعدوان. إن اتحاد القبائل على ثقة من وعي الشعب الفلسطيني وصموده وتمسكه بتراب الوطن ووعيه بحقيقة المخطط الذي يستهدف القضية وتصدير الأزمة إلى مصر بهدف إنقاذ حكومة نتنياهو التي ارتكبت أبشع جريمة إبادة في التاريخ ضد الشعب الفلسطيني. إن مصر القيادة والشعب كان لها موقفها الواضح منذ اليوم الأول للعدوان، ولم تتوانى عن الاستمرار في ممارسة هذا الدور الذي طالب بوقف العدوان وتقديم المساعدات للفلسطينيين وفقا للمرجعيات الدولية، وهو موقف يدعمه الاتحاد باعتباره الموقف الحريص على القضية الفلسطينية ورفض تصفيتها وعلى حياة أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة حرب الإبادة التي دخلت شهرها السابع. إننا إذ نبعث برسالة عاجلة إلى المجتمع الدولي، نطالب جامعة الدول العربية بعقد جلسة عاجلة لبحث هذا العدوان وتداعياته على الأمن القومي العربي وعلى مسار الحقوق الوطنية والمشروعة للشعب الفلسطيني وحياة أبنائه. وهنا ينتهي هذا البيان. إحنا بنتكلم عن اتحاد القبائل العربية كاتحاد من المجتمع المصري، من الشعب المصري، اتحاد القبائل العربية، وهو يصدر هذا البيان هو داعم بالتأكيد للموقف المصري الشامل، سواء إذا كان القيادة أو الشعب والاتحاد جزء من الشعب المصري، وفي نفس الوقت هو إعلان موقف واضح مما يحدث على الأراضي الفلسطينية وتحديدا في قطاع غزة، والتحذير من المساس برفح بأي شكل من الأشكال. وهنا بكلمك على رفح الفلسطينية، لأن لا أحد يستطيع المساس برفح المصرية أصلا. كويس. وهنا خليني أخد معايا على التليفون زميلي العزيز، لسه محمود مع التليفون معانا على الهواء. طب ده شيء رائع جدا. زميلي العزيز محمود جميل، مراسل التلفزيون المصري من العريش، أهلا بك محمود. ويعني عايزك تكلمني على الوضع القائم لديكم وعلى استمرار تدفق المساعدات المصرية لقطاع غزة. أهلا بك يا يوسف وبكل مشاهدي ومتابعي برنامج التاسعة. خليني الأول أنقل لك كمان يعني ردود الفعل عن الوساطة المصرية القوية التي أدت إلى يعني موافقة حركة حماس على الهدنة والمقترح المصري بوقف إطلاق النار. ويمكن يعني ده مجهود مصري كبير بيدل على قوة الإرادة المصرية وقوة الدور المصري منذ بداية الأزمة، وكمان دور مصر في أنه دائما يعني تتواصل مع القادة وتتواصل مع الأطراف المعنيين حتى لا تتسع دائرة الصراع في المنطقة. وتم الوصول إلى هذا الاتفاق بطبعا الوساطة المصرية وردود الفعل الإيجابية التي قوبلت لهذا هذه الهدنة وهذا المقترح. وكان الرئيس محمود عباس الرئيس الفلسطيني رحب بإعلان الاتفاق على وقف إطلاق النار والجهود المصرية القطرية وأيضا الخارجية الأمريكية اللي أكدت على التواصل مع مصر وقطر وأيضا إسرائيل لبحث الرد حماس على وقف إطلاق النار. وبالتأكيد طبعا يعني ما صرح به الرئيس عبد الفتاح السيسي على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه بيتابع عن كثب كل هذه
الجهود والتوصل إلى الهدنة، وكمان دعوة كل الأطراف إلى بذل مزيد من الجهود حتى يتوقف هذا الوضع المأساوي ويتم استبدال الرهائن والسجناء. فهذا تأكيد على دور مصر القوي، وكمان زي ما أنت قلت يوسف على فكرة رفض التهجير ومخطط التهجير. مصر كانت واضحة منذ البداية، والرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على رفض مخطط التهجير منذ البداية في قمة القاهرة للسلام، في لقائه بالمستشار الألماني في أكتوبر الماضي، في ترأسه لمجلس الأمن القومي، وأيضا خلال لقائه بأمير الكويت. ودائما الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى خلال اتصالات هاتفية بالرئيس الأمريكي جو بايدن في الأيام السابقة ورفضه لمخطط التهجير. خليني كمان أقول لك أن في ردود فعل وانبساط وفرحة لدى يعني الفلسطينيين، سواء كانت في رفح الفلسطينية أو حتى يعني كنا نتابعها أمام مستشفى الأقصى في دير البلح، وكل المناطق دي طبعا فيها فرحة كبيرة جدا بالدور المصري وفرحة كبيرة بالتوصل لوقف إطلاق النار. ويمكن النهاردة احنا كنا بنتكلم كمان مع المواطنين في العريش في شمال سيناء، كانوا بيتكلموا على الجهود المصرية وعلى دعم مصر للقضية الفلسطينية، وأنهم عندهم آمال وإيجابية ناحية التوافق والجهود المصرية للوصول لوقف إطلاق النار، وده اللي تم طبعا من ساعات قليلة. خلينا أكلمك بقى على الدور المصري المستمر، يمكن ده المجهود السياسي، أما المجهود الإنساني والخاص بالمساعدات الإنسانية، معبر رفح لازال يعمل على مدار الساعة في دخول المساعدات واستقبال الجرحى والمصابين. طبعا لا صحة تماما لإغلاق معبر رفح اليوم، المعبر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم وهو يعمل في دخول المساعدات اللي دخلت لمعبر العوجة، بالإضافة طبعا لاستقبال الجرحى والمصابين، بالإضافة إلى أن مصر ليها دور كمان داخل قطاع غزة بإنشاء المخيمات الإغاثية، وأهمها المخيم الإغاثي المصري اللي موجود في خان يونس. ومن أيام قليلة تم دخول مستشفى ميداني مصري دخلت لهذا المخيم بها كل المستلزمات الطبية المختلفة. ده غير أن أمام معبر رفح هناك اصطفاف عدد كبير جدا من الشاحنات تقدر بالالاف امام معبر رفح، وفي ساحة انتظار كمان خارج معبر رفح موجود فيها عدد كبير من الشاحنات، بالإضافة إلى مدينة الشيخ زويد، بالإضافة إلى مدينة العريش اللي بنتواجد فيها حاليا، كم كبير جدا من الشاحنات فيها مواد غذائية، فيها مستلزمات طبية، فيها كمان خيم، فيها دقيق، في كل المستلزمات أو المواد الغذائية اللي بيتطلبها أهالي قطاع غزة، وخاصة المواد الغذائية طبعا، لأن كل التقارير في قطاع غزة بتشير إلى يعني حدوث مجاعة داخل قطاع غزة بسبب النقص الحاد في الأغذية. فالشاحنات موجودة كتيرة جدا، ومصر لا تدخر جهدا في تجهيز مزيد من المساعدات. خلينا أقولك أن في مساحات وطرق في مدينة العريش امتلأت من جديد بالمساعدات الإنسانية وبالشاحنات، يعني من كثرة الشاحنات ومن كثرة المساعدات اللي بتجهزها مصر، تقريبا كل الطرق وكل الساحات في مدينة العريش امتلأت عن آخرها. مصر لن تتوقف عن إرسال المساعدات الإنسانية للقطاع، وأنت تعلم طبعا ده بالتأكيد يا محمود. وأشكرك جدا 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 زميلي محمود جميل مراسل التلفزيون المصري من العريش شمال سيناء. بصوا يا سادة يا كرام، مصر ما وقفتش المساعدات من اليوم الأول، مصر مستمرة في فتح المعبر من اليوم الأول وحتى هذه اللحظة. المعبر لم يغلق على الإطلاق من الجانب المصري أمام المساعدات الإنسانية للقطاع. مصر تعي جيدا حجمها وحجم الدور العظيم اللي بتلعبه لأجل قطاع غزة، لأجل فلسطين، لأجل المواطن الفلسطيني. يعني خليني أقتبس حتى من كلمة فخامة الرئيس يمكن في التدوينة اللي اتنشرت النهاردة، المأساة الإنسانية اللي بيعاني منها الشعب الفلسطيني، دي القناعة واليقين اللي موجود في ذهن وعقل الرئيس، ويتحرك من خلال هذه القناعة. الرئيس يعي أن هناك مأساة في قطاع غزة في فلسطين، يعي أن الفلسطينيين واقعين تحت مأساة أو يعيشون مأساة حقيقية كاملة متكاملة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. فلما رئيس الدولة يصف ما يحدث في فلسطين بأنه مأساة إنسانية يعاني منها الشعب الفلسطيني، يبقى في نفس الوقت هذه الدولة لن تتوقف أبداً عن إرسال المساعدات لأهالينا في فلسطين، لن تغلق المعبر أبدا
أمام المساعدات الإنسانية اللي بتصل إلى فلسطين، لن تتوقف أبداً عن استقبال الجرحى والمصابين والمرضى بالمناسبة اللي محتاجين العلاج عندنا في المستشفيات المصرية. وهذه ليست منا على الإطلاق، ده دورنا. مصر مقتنعة إن ده دورها، مصر تعلم أن ده دورها، مصر عندها يقين إن ده دورها، التاريخ أراد إنه يكون ده الدور المصري، معطيات وعوامل السياسة أرادت إنه ده يكون الدور المصري، معايير القوة أرادت إنه يكون ده الدور المصري، فمصر هتفضل تلعب هذا الدور، لعبته تاريخيا على مدار آلاف السنين، مش مئات ولا عشرات ولا الكلام الفاضي ده، آلاف السنين مصر تلعب هذا الدور في حماية المنطقة. من ساعة ما بقى في حاجة اسمها الحضارة وفي حاجة اسمها الدول، فمصر تلعب دور عظيم لحماية شعوب المنطقة. حلو؟ طيب خليني هنا أخد معايا على التليفون بعد إذن حضراتكم سيد محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني. أهلا بيك سيد محمود. أهلا بكم، حياكم الله. أهلا بكم، تعليقك ورؤيتك لما يحدث الآن، سواء إذا كان من قبول حماس لوقف إطلاق النيران من جهة، ومن جهة أخرى هو أنه وفد حماس يصل في صباح الغد، أما وفد التفاوض من جانب الاحتلال الإسرائيلي فيصل أيضا قريبا إلى القاهرة في ظل استمرار يعني العملية التي تدور منذ الصباح في مدينة رفح بفلسطين. الواقع نحن نخشى أن إسرائيل لا تريد وقفا لإطلاق النار، لا تريد وقف العدوان. على مدى 7 أشهر أو يزيد كانت أولويتنا الأولى وكان هذا مطلبنا الأول أن يتوقف العدوان وقفا شاملا ودائما ومستمرا في كل الأرض الفلسطينية، لكن إسرائيل قامت على العدوان، قامت على الإرهاب، قامت على الاحتلال، ويبدو أن أهدافها التي أعلنتها والتي طالما تحدثنا عنها أصبحت أكثر انكشافا وأكثر وضوحا. لا تتوقف الأهداف الإسرائيلية لا عند استهداف حماس ولا عند استعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة، وإنما تتجاوز ذلك إلى محاولة اجتثاث الوجود الفلسطيني، اجتثاث الشعب الفلسطيني من أرضه، وهذا ما عبر عنه نتنياهو مرارا وعبر عنه أركان الحكومة الإسرائيلية الفاشية مرارا وتكرارا، لأنهم إنما يريدون محو الوجود الفلسطيني. وهذا يعيدنا إلى المقولة الصهيونية القديمة التي لا تزال تعشعش في العقل الإسرائيلي، أنهم يريدون أرضا بلا شعب. هذا الشعب الفلسطيني هو صاحب هذه الأرض، هم يعرفون أنه صاحب هذه الأرض وأنه لا حق لهم في هذه الأرض، لذلك لا يقبلون وجود الشعب الفلسطيني، وإنما يريدون اجتثاثه وزرع شعب آخر مكانه بقوة الاحتلال وبقوة السلاح. لذلك يعني لن أكون مستغربا إذا كان إسرائيل أجهضت هذه المحاولة الأخيرة التي تقوم بها مصر وقطر من أجل ضمان وقف إطلاق النار، لأن الهدف الإسرائيلي لا يزال لم يتحقق بعد، وهو اجتثاث الشعب الفلسطيني. أما وجود حماس هذا آخر ما يمكن أن تفكر به إسرائيل. بالعكس، نتنياهو كان يرى في وجود حماس في قطاع غزة فرصة ذهبية له لإجهاض الحلم الفلسطيني وإجهاض الدولة الفلسطينية، ولذلك كان يدعمها ويسكت عنها ويغض الطرف عنها ويسمح بمرور الأموال إليها، ليس حبا فيها بالمناسبة، وإنما حبا في أو رغبة في إجهاض الحالة الفلسطينية بشكل كامل. إذن يعني أنا أحتاج إلى أنه يعني الكل يحتاج الآن إلى ضغط دولي على الاحتلال لأنه القبول بوقف إطلاق النار. وهنا يمكن أسأل على دور السلطة، وطبعا سيد محمود عباس أبو مازن بالتأكيد يلعب دورا شديد الأهمية في المفاوضة، وهو مفاوض بارع أيضا. يعني ما مدى استطاعة السلطة في أنه إقناع العالم بتوقيع ضغوط على الاحتلال الإسرائيلي لقبول وقف إطلاق النيران؟ هذا ما طالبنا به اليوم. الرئيس أبو مازن أصدر بيانا مساء اليوم بمجرد الإعلان عن قبول حماس بالورقة المصرية القطرية،
الرئيس أبو مازن أعلن ترحيبه بهذا الإنجاز أو بالجهود المصرية يعني والقطرية في الحقيقة، ودعا العالم المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط حقيقي على إسرائيل بإلزامها بقبول وقف إطلاق النار ووقف العدوان، لأنه هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق أمن وسلام واستقرار مستدام في المنطقة، وخصوصا أن هذا المطلب مطلب وقف إطلاق النار كما قلت آنفا كان هو الأولوية الأولى التي عملت عليها القيادة الفلسطينية وعمل عليها الرئيس أبو مازن من اليوم الأول لليوم. هل 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 أتوقع أو هل تعتقد هل تشير على السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن في أنه يعني إجراء مجموعة من الاتصالات مع زعماء العالم رؤساء حكوماته لتفعيل بعض من الضغوط على الجانب أو الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النيران وقبول هذا الوقف؟ يعني من ناحيتنا في مصر تعلم جيدا سيد محمود أننا بذلنا كل شيء لتوقيع أو لوضع ضغوط على الجانبين وحماس قبلت، يبقى أنه الجانب الإسرائيلي أيضا يقبل، بس الجانب الإسرائيلي يحتاج إلى ضغط دولي. الرئيس أبو مازن لن يتوقف لحظة منذ بداية العدوان عن إجراء الاتصالات والتحرك في كل بالتأكيد شرقا وغربا على الصعيد العربي وعلى الصعيد الإسلامي وعلى الصعيد الدولي وحتى على صعيد المنظمات الدولية ومجلس الأمن. وأنت تذكر، الكل يذكر محاولاتنا أكثر من مرة من خلال المجموعة العربية لاستصدار قرار من مجلس الأمن لإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، وهو ما كانت تجهزه الولايات المتحدة الأمريكية بالفيتو الذي كانت تستخدمه. والآن سيواصل الرئيس أبو مازن وكل القيادة الفلسطينية كل التحركات المطلوبة، بذل كل الجهد المطلوب من أجل ضمان وقف العدوان ووقف إطلاق النار، من أجل الأولويات الفلسطينية الأربعة التي أعلن عنها الرئيس أبو مازن من اليوم الأول. الأولوية الأولى وقف العدوان، الأولوية الثانية إفشال مخطط التهجير الإسرائيلي، والأولوية الثالثة ضمان تدفق المساعدات والاحتياجات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة لمنع الكارثة الإنسانية، والأولوية الرابعة العمل على الحل السياسي الذي يضمن إنهاء الاحتلال ونزع كل أسباب التوتر والصراع في المنطقة وفق قرارات الشرعية الدولية. سنواصل العمل على هذه الأولويات، سنواصل بذل الجهد، وفي نفس الوقت سنواصل التشبث بالأرض الفلسطينية وبحقنا المشروع فيها، وسنواصل تعزيز صمود شعبنا لأنه هذا هو الخيار الاستراتيجي الأكبر والأعظم بالنسبة لنا كصمام أمان لحماية مشروعنا الوطني. صحيح، أنا بشكرك جدا جدا سيد محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن. أنا هرجع وهقول لك مرارا وأسعد بأنه أيضا تكرارا أنه مصر بتبذل جهد لا يتصوره أحد لفرض ضغوط حقيقية وثقيلة، وعلشان نقدر نفرض الضغوط دي ده جهد مضني على الجانبين، حماس من جهة وقبلت وقف إطلاق النار، الجانب الإسرائيلي قال هنبعت وفد لاستمرار التفاوض. هل بقى هو بيكمل في مسألة الاستمرار في العملية المحدودة اللي بدأها الصبح؟ هو مكمل في العملية المحدودة تاني، وأنا بستخدم لفظ عملية محدودة بدأها هذا الصباح. لازم تبقى أنت فاهم هو إسرائيل عايزة إيه. إسرائيل عايزة تضمن 100% إن مفيش استكمال لهذه الحرب في حال إعلان وقف إطلاق النيران وإتمام صفقات التبادل للأسرى والسجناء. ده اللي إسرائيل عايزاه. حلو؟ طيب. يجب على كل الأطراف إنها تقف على نفس ذات المربع بعد وقف إطلاق النار بأمر الله سبحانه وتعالى إنه يتم، بعد صفقة التبادل مفيش استكمال لهذه الحرب، نبدأ بقى نقعد على الترابيزات ونتكلم سياسة ونشوف هنحل ده ازاي. خليني أروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام. أهلا بيكم. طيب خلينا نشوف سيناريوهات، سيناريوهات إيه تحديدا
هي سيناريوهات ما بعد موافقة حماس على المقترح المصري بوقف إطلاق النيران. وخليني هنا أخد معانا على تليفون الكاتب والمحلل السياسي الخبير في الشؤون الإسرائيلية السيد نظير مجلي، محدثنا من الناصرة فلسطين. أهلا بيك. أهلا بيك يا عزيزي الأستاذ يوسف وبالإخوة المشاهدين والمشاهدات. أهلا بيك سيد نظير. سيد نظير، يعني ماذا ترى من سيناريوهات بعد موافقة حماس على المقترح المصري بوقف إطلاق النيران؟ يعني يفترض أن يكون هناك رد إيجابي. يعني رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد قال معقبا على ردود الفعل الإسرائيلية السلبية تجاه هذا الموقف في أنه لو كانت إسرائيل دولة طبيعية لكانت حكومتها اجتمعت وتلقفت الموقف الذي اتخذته حماس وسارت إلى الأمام وأرسلت وفدا إلى القاهرة لكي يفاوض على تفاصيل الاتفاق، لكن كما هو معروف إسرائيل لم تعد تلك الدولة الطبيعية، وقيادتها اليمينية اليوم لديها حسابات أخرى تماما بعيدة عن حسابات المصالح العامة، وتريد أن تستمر في هذا التوتر، أولا لأن هذه عقليتها، ثانيا لديها سلاح ذلك أن حماس تأخرت في الرد وأن حماس قامت بقصف قوة عسكرية في كرم أبو سالم وأدى ذلك إلى مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 9 جنود آخرين، فلديها رغبة في الانتقام، ولذلك اجتمعت واتخذت قرارا بالاستمرار في الحرب. السيناريو الأقرب إلى المنطق هو أن تتدخل الآن الولايات المتحدة بجهة، وأن تؤثر المظاهرات التي انطلقت في شوارع تل أبيب والقدس وبئر السبع وحيفا الآن في هذه اللحظات، الناس في الشارع يرفعون شعار اذهبوا إلى صفقة تجاوبوا مع مواطنة حماس. هذا الضغط من جهة مع الضغط الأمريكي الذي يفترض أن يكون، حتى الآن لا نعرف ما هو موقف الولايات المتحدة، نعرف أنها ترفض أن يكون هنالك اجتياح لرفح، ولكن لا نعرف إذا كانت ترى في المشروع المصري هو نفس المشروع الذي نشارت به هي أيضا، لأنه أعتقد أن مصر لم تقترح على حماس مشروعا من دون اتفاق مع الأمريكيين، ومع ذلك الأمريكيون حتى الآن يتلكؤون في إعلان موقف واضح من هذا الاتفاق، ولكن نرى تلميحا أن مسؤولين أمريكيين كما قالوا لرويترز الليلة أن نتنياهو ومجلس قيادة الحرب لا يتعاملان مع مرحلة المفاوضات هذه بحسن نية، ولذلك هذه بداية الضغط. فإذا لم ينجح هذا الضغط فإن الحكومة الإسرائيلية ماضية في مشروعها لتوجيه ضربات لرفح، ليس اجتياحا كاملا مثل ما تهدد إسرائيل، ولكن في قضية تهجيج أهل رفح هي بدأت من زمان في الواقع عندما بدأت تقصف رفح ودمرت نصفها، لكن الآن يوجد تصعيد في الرد الإسرائيلي على عملية كرم أبو سالم، وليس فقط على عملية كرم أبو سالم بل تريد أن تعجل مسألة التهجير حتى تقول الولايات المتحدة ها نحن استطعنا أن نهجر الفلسطينيين من دون أن تقع مآسي كبيرة. طيب سيد نظير، هل ترى أنه يعني استمرار هذه العملية المحدودة التي بدأتها إسرائيل في هذا الصباح في مدينة رفح أتفق في أنها قد تكون أيضا رد على مسألة ضرب معبر كرم أبو سالم، لكن ألا ترى أنه من الوارد أن تكون لخلق ضمانة ما لعدم استمرار الحرب بعد إتمام صفقات التبادل؟ من الممكن طبعا، دائما تحاول أن تسجل نقاط القيادة الإسرائيلية خصوصا العسكرية منها، ولكن المسألة يعني هي تخطط لها من زمان، هي تريد الولايات المتحدة تقول لها أي دخول لرفح سيكون ثمنه باهظا جدا، فتحاول أن تقول لا ليس باهظا جدا، ها نحن قد دخلنا ولم يكن هذا الثمن، وطبعا هنالك عناصر أخرى مربوطة في هذا الاقتحام ويجب أن يحسب حسابها من أن ماذا ستفعل إسرائيل عندما تدخل إلى هذه المنطقة الشرقية من رفح، ماذا يوجد هناك؟ يوجد مثلا مخازن للأونروا، هل ستسيطر عليها؟ توجد عيادات طبية، هل ستهدمها مثل ما فعلت في وسط غزة؟ هناك الحدود المصرية، ماذا ستفعل مع الحدود المصرية؟ معروف أن مصر
أعلنت حالة تأهب على الحدود، وهي لا تقبل أن تقوم إسرائيل باحتلال الشريط المعروف باسم فيلادلفيا. فهناك أكثر من إشكالية، لهذا توجد عدة علامات استفهام إذا كانت إسرائيل ستنفذ حتى هذه المرحلة الجزئية. ومع ذلك هي تقوم بهذا الضرب الآن، هي بالوقت الحاضر قدر من بعيد لم تقرر الاقتحام حتى الآن، أو على الأقل إذا كان سيكون هناك اقتحام يحتاج إلى عدة أيام. لكن موافقة حماس على صفقة سيجعل الموقف الإسرائيلي محرجا جدا، إن لم يكن مع الولايات المتحدة فمع العالم أجمع ومع المواطنين الإسرائيليين بشكل خاص. فهؤلاء يرون أن إسرائيل تحاول أن تخرب. يعني اليوم استمعت إلى واحدة من أمهات الجنود المحتجزين لدى حماس تقول يوجد في حكومة إسرائيل وزراء متعطشون للدم، هؤلاء لا يريدون أي شيء اسمه صفقة وهدوء وسلام، يريدون فقط حرب ولا يهمهم أن يموت الناس. هذا النفس الموجود والسائد بين العائلات التي تنزل إلى الشوارع هو نفس قوي ومهم ومؤثر. فإذا فعلا كان هناك تصعيد في الشارع الإسرائيلي، عندئذ من الممكن أن يكون أكثر من علامة استفهام على إمكانية أن تتقدم إسرائيل في عدوانها هذا. إذن مدى قوة تأثير التصعيد في الداخل الإسرائيلي، مدى قوة تأثير تصعيد الشارع الإسرائيلي على حكومته، ومن ناحية أخرى مدى قوة تأثير يمكن التظاهرات الواسعة في الولايات المتحدة الأمريكية بين صفوف الطلاب والأكاديميين، وتلحق بها أيضا تظاهرات متضامنة في الجامعات الأوروبية؟ أولا يوجد دور ومؤثر وبدأنا نرى ذلك. أولا في الولايات المتحدة يؤثر على الإدارة الأمريكية، لذلك رأينا تصعيدا في النشاط الأمريكي لتغيير الواقع والذهاب إلى صفقة. ومن الممكن أن نقول أن وجود ويليام بيرنز ومكالمة بايدن مع نتنياهو وزيارة بلينكين الأخيرة كانت عملية تصعيد في الموقف الأمريكي تأثرا من الشارع الأمريكي. الولايات المتحدة ليست أو الإدارة الأمريكية ليست معنية بمثل هذه المظاهرات في الشوارع وفي الجامعات، خصوصا وأنها في مرحلة انتخابات. الأمر الثاني المتعلق في المظاهرات الإسرائيلية، نجح نتنياهو خلال عدة شهور أن يحدث شرخا داخل عائلات الأسرى، كسب قسما منها فأصبحت تقوم بمظاهرات تطالبه بأن يستمر في الحرب، لكنه لم ينجح في تجنيد جماهير، وهذه العائلات بدأت تقل وتتقلص. الآن الغالبية الساحقة من العائلات تقف مع أبنائها ضد نتنياهو وحكومة نتنياهو، وباتت تربح شعارا لإسقاط حكومة نتنياهو، وهذا جديد. انضم إليهم طبعا قادة الاحتجاج، والآن بعد أن أصبحت هناك موافقة من حماس لدي شعور من نوعية الأشخاص الذين أراهم في تلك المظاهرات من خلال الشاشات أن هناك نوعية جديدة من المشاركين، مما يعني أنها ذاهبة للاتساع. إذا نجحت في الاتساع ستؤثر بالتأكيد، ولن يكون سهلا على نتنياهو المضي قدما في موقفه، فيبحث عن بدائل أخرى تعوض له المشكلة التي يعانيها. وكما نعرف هو لديه مشكلة كبيرة في قضية المحكمة، قضية الفساد والتي يحاكم فيها، وهو يريد أن يستمر في الحكم. فإذا وجد طرق أخرى مثلا أن يذهب إلى الانتخابات ولديه أجندة سياسية مفيدة له في المعركة، من الممكن أن يتقدم في هذا الاتجاه ويفرض حكومته، يعني يفككها. وهذا واحد من السيناريوهات المتوقعة في إسرائيل. في كل الأحوال هو يعرف أن وقف إطلاق النار، يعني وقف الحرب في غزة، سيؤدي إلى حرب، اندلاع حرب في داخل إسرائيل، حرب ضده، ضد حكومته، ضد حكم اليمين. هذه حرب لا محالة قائمة ستتم. سألت كيف سيتعامل معها؟ هو يحاول أن يبحث عن طرق ووسائل يستطيع فيها أن يظهر أمام الناس بأنه حقق إنجازات، ولن يكون عنده مشكلة. هو الآن يريد حربة، لن يكون عنده مشكلة أن يدعي فيما بعد أنه هو الذي جلب الاتفاق وقت إطلاق النار لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين. لديه يعني ما من الدهاء السياسي والوقاحة وكلح المشاعر بأن يفعل ذلك. فمهمته الأساسية وقضيته الأساسية كانت وستبقى البقاء في الحكم لكي يكون موقفه أقوى في المحكمة
التي تحاكمه بسبب الفساد. طيب أشكرك جدا أستاذ نظير مجلي المحلل السياسي والخبير في الشؤون الإسرائيلية محدثنا من مدينة الناصرة فلسطين، كل الشكر. طيب لدينا من ناحية أخرى لو حبينا نتكلم على مسألة أخرى، الوضع الإنساني في الداخل الفلسطيني وتحديدا في القطاع. الأونروا بتقول نحن باقون لأطول فترة ممكنة. خد بالك احنا بنتكلم عن الأونروا، والأونروا بوضعها كمؤسسة للإغاثة مؤسسة للإغاثة والتشغيل وما إلى ذلك، فهي أصلا مستهدفة كمان من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول أن يصفي وجودها على الأراضي الفلسطينية. احنا بنتكلم خد بالك إنه الاحتلال بيشتغل على حاجتين. واحد هو عاوز تصفية القضية بالكامل، هو بيشتغل على أكتر من محور. تصفية القضية بالكامل هو عاوز يتممها من خلال إيه؟ زي ما كنا بنتكلم مع الدكتور محمد الباز إنه هو عاوز أرض خالية، يعني أرض بلا شعب، فيتحول الشعب الفلسطيني إلى إيه؟ شعب بلا أرض. إذن يتعمل عملية تهجير أول، بعد كده هذا التهجير بقى هيبقى تهجير قسري أو تهجير طوعي. ده ما يدور في الخلد وفي الذهن الإسرائيلي، إنه إما تهجيرا قصريا، وهنا وقفت مصر بالمرصاد وبمنتهى الحسم، بل إننا دايما نوصفها بأنه الموقف المصري كان موقف شديد الجسارة أمام العالم، لأنه العالم كان في البداية مستعد للسيناريو ده. طيب بعد شوية بدأ العالم يغير من نظرته، بس إلى إيه؟ إلى إنه طيب تهجير طوعي، لأنه أصبح ده الطريقة اللي بيعرض بيها الإسرائيليين موقفهم. فيقولك طب والله إحنا خايفين عليهم، ما تستضيفيهم عندكم شوية وبعدين نبقى نرجعهم. فيبدأ بقى بعض الدول، بعض الحكومات، بعض الأنظمة تعلن إنها مستعدة لاستقبال الفلسطينيين، بل وإعطائهم إقامات لحين استقرار الأوضاع. فيبقى في عندك تهجير طوعي، يجي الفلسطينيين مش هيحصل طبعا، لكن يقول لك طب خلاص اوكي، طالما البلد ده مفتوح والبلد ده مفتوح والبلد ده مفتوح، فاحنا نطير على هناك وبعدين نبقى نشوف هنرجع بعد كده امتى وازاي. ده هم بيقولوا كذا. فمصر ايضا وقفت بمنتهى القوه والحسم والجساره في ملف التهجير الطوعي، وبدات وهي من اللحظه الاولى بتشتغل على الدعم الانساني. اسرائيل عندها ايضا جبهه اخرى فتحتها، الا وهي اخلاء فلسطين من الأونروا واغتيال أونروا معنويا وأدبيا. فالأونروا النهاردة بتقول نحن باقون لأطول فترة ممكنة. معايا على التليفون السيد عدنان أبو حسن المتحدث باسم الأونروا. أهلا بيك سيد عدنان. أهلا بيك أستاذ يوسف، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك سيد عدنان. يعني في إطار تصريحكم بأننا باقون لأطول فترة ممكنة، مدى قدرتكم على البقاء في ظل استهداف أو استهداف من جيش الاحتلال بل والحكومة الإسرائيلية نفسها لوجود الأونروا على الأراضي الفلسطينية؟ يعني أستاذ يوسف، في عام 1948 الأمم المتحدة أنشأت دولة إسرائيل وأعطت الفلسطينيين الأونروا. هذا الذي حدث في حينه، لذلك الأونروا موجودة بتفويض دولي وأممي. فقط قبل عامين الأونروا حصلت على 170 دولة فوضت لصالح تجديد التفويض لمدة 3 سنوات. نحن نعمل في غزة منذ أكثر من 75 عام. يعني الحديث الإسرائيلي عن شطب الأونروا وإقالة مفوض الأونروا وإقالة الأمين العام للأمم المتحدة هو حديث غير منطقي. يعني نحن في غزة شريان الحياة، الجسم الوحيد الذي بقى متماسكا في غزة هي الأونروا. لدينا 13,000 عامل وموظف ثابت و10,000 من موظفي العقود، مئات المؤسسات، مئات العربات والشاحنات، العيادات المنتشرة في كل مناطق قطاع غزة. يعني بالنهاية لو توقفنا هذا يعني الحكم بإعدام المكان والناس. لذلك نحن سنبقى، هم يعرفون أننا سنبقى وسنواصل تقديم هذه الخدمات حتى في شمال قطاع غزة عندما منعونا من الدخول وجاءوا بمنظمات أممية، مثلا برنامج الغذاء العالمي في اليونيسف والصحة العالمية. في النهاية عندما على الأرض كانوا على الأرض، يعني تحدث عن منظمات عدد أفرادها 5 أو 10 أو 15 وليس بالآلاف كما الأونروا. صحيح. حتى في شمال قطاع غزة عندما أدخلت المساعدات نحن من قمنا بتوزيعها ودخلت إلى مخازننا لأنه لا بديل في النهاية. بالإضافة نحن
نمثل إرادة المجتمع الدولي، وليس فقط لأن هناك 12 شخصا، هناك ادعاءات بأنهم شاركوا في أحداث 7 من أكتوبر، بعضهم الآن يثبت براءته وليس له علاقة بأي شيء. وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولون قالت بأن الأونروا لديها آليات بالنسبة لموضوع الحيادية والتعامل في السياسة بالنسبة لموظفيها غير موجودة في أي منظمة أممية أخرى. لذلك نحن سنواصل العمل، لأنه إذا توقفنا ساعة هذا يعني انهيار منظومة العمل الإنساني بكاملها في قطاع غزة. صحيح، ونحن نتمنى أن تستمر الأونروا على الأراضي الفلسطينية لأجل هذا الشعب ولأجل هذه القضية. أشكرك جدا سيد عدنان أبو حسن المتحدث باسم الأونروا. أنت متخيل احتلال يحارب منظمة أممية؟ يعني أنا مش قادر أفهم. ويحاربها لأجل أن تترك ويلاحق أعضاء هذه المنظمة وموظفيها ويكيل لهم الاتهامات، بل ويستهدفهم كمان، يعني ولو حتى بغرض الاغتيال المباشر وليس فقط الاغتيال المعنوي، أي إنهاء حياتهم وقتلهم، يعني شيء الحقيقة مفزع من قبل هذا الاحتلال. أنا بقول لك الكلام ده وأنا قاعد عمال بتابع، يعني مثلا أنت عارف بحكم الشغلانة لازم أي مذيع أي صحفي، أنا بحب دايما أن احنا نوصف شغلنا باعتباره أنه يعني ده صحافة تلفزيونية، أي صحفي في الدنيا لازم يتابع وكالة الأنباء ويشوف بتنشر إيه على اختلاف ألوانها وأنواعها ومشاربها زي ما بيتقال. النهاردة وإحنا لما تيجي النهاردة تتابع، ولما تيجي مبارح، ولما تيجي الأسبوع اللي فات، ولما تيجي تشوف أنه من يوم 7 أكتوبر عندما تكتب مثلا فلسطين، تكتب غزة، تكتب الاحتلال، تكتب إسرائيل، تكتب رفح، إلى آخره، لازم هتلاقي الإعلام المصري حاضرا وما بين قوسين ثقيلين القاهرة الإخبارية، هتلاقي نقلا عن القاهرة الإخبارية، مش عارف مصدر إلى القاهرة الإخبارية، مش عارف مين في فلسطين إلى القاهرة الإخبارية، كذا كذا في أمريكا إلى القاهرة الإخبارية، المملكة المتحدة لندن، يعني من واشنطن القاهرة الإخبارية، من لندن القاهرة الإخبارية. أنا بكلمك بجد، يعني في النهاية أنا راجل بشتغل في قناة اسمها القناة الأولى، برنامج اسمه برنامج التاسعة، لكن لازم أبقى منصف، لازم أبدي إعجابي وأبدي فخري بالمناسبة من أن أنا عندي قناة إخبارية إقليمية ودولية بهذا المستوى. وفي إيه؟ أنا بتكلم في عمر قصير، أتمنى لي أنه يعيش لمية ولمتين سنة. القناة الإخبارية النهاردة أصبحت مش بس بتدي الرؤية والنراتيف أو الخطاب المصري، أصبحت في دائرة المنافسة مع وكالات وشبكات كبيرة بريطانية وألمانية وأمريكية إلى آخره، تتنافس على إيه؟ تتنافس على السبق وعلى الخبر، وأهم حاجة حط تحتها 30,000 خط، الدقة، دقة الخبر. احنا شفنا إزاي شبكات أمريكية ولا بريطانية ولا ألمانية ولا غيره لا تتوخى الحيطة، لا تتوخى الحذر، لا تتوخى الدقة، وتعود وتصحح وتعود وتنفي وتعود وتمسح الخبر وتشيله من على مواقعها. أنا في القاهرة الإخبارية الحقيقة أنه منتهى الدقة، وهذه الدقة هي اللي خلقت مصداقية لقناة القاهرة الإخبارية، مش بس في وسط الإعلام المصري ولا الوسط الإعلامي العربي والشرق أوسطي، ولكن أصبح ليها اسم معتبر ويعمل له حساب على المستوى الدولي كقناة إخبارية إقليمية ثقيلة جدا في قدرتها على التغطية. عايز أستأذنكم هروح لفاصل، بالمناسبة هتابع برضو الأكاونتس بتاعت القاهرة أشوف يعني إيه الجديد يمكن يساعدنا وإحنا بنشتغل. خلوني أروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام. أهلا بيكم مرة تانية في التاسعة. عايز بس بعد إذن حضراتكم كده، يعني عايز أتكلم بس في نقطة وأنا شايف إنها نقطة مهمة حبتين. هو إيه سر الهجوم الكثيف جدا على الحاج إبراهيم العرجاني وعلى اتحاد القبائل العربية؟ يعني عايز بس أفهم إيه القصة، يعني ليه الهجوم على العرجاني وعلى اتحاد القبائل؟ طب تعالى ناخدها واحدة واحدة. هو احنا لو جينا ركزنا كده، مين يا ترى يا هل ترى اللي بدأ هذا الهجوم على الحاج إبراهيم العرجاني؟ ولو حضرتك جيت ركزت وتابعت وشفت الحسابات
هتلاقيهم هم هم بتوع محمد مرسي، بتوع الشرعية، بتوع الإخوان، أيوة. يعني ابدأ بس كده وشوف وركز بتمعن، مش هياخد منك 3 دقايق. خد الحكاية من بدايتها، يبدأ الهجوم على إبراهيم العرجاني مع حفظ الألقاب طبعا، وبعدين تيجي تبص كده يا ترى الهجوم بدأ من عند مين. هتلاقي حسابات كلها لو جيت بصيت عليها بقى، تطلع على تويتر، تطلع ولا اكس، تطلع على فيسبوك، تطلع مش عارف ايه على انستجرام الى اخره، هتلاقي ان الحسابات دي في تاريخها تويتاتها وبوستاتها وتدويناتها وصفها واستخدمها زي ما انت عايز، يعني هي نفس التويتات اللي بتتكلم عن الاخوان، واللي كانت بتتكلم عن الشرعيه، واللي بتتكلم على انه دول يا عيني معارضه غلابه ومساكين، واللي بتتكلم على الراحل محمد مرسي والرحمه تجوز على الجميع يعني الى اخره. دي البدايه. طيب وبعدين نيجي نسال سؤال، هو اتحاد القبائل العربيه لم يقدم شيء لمصر على الاطلاق؟ يعني الم يقف اتحاد القبائل العربيه في سيناء مع القوات المسلحه من أجل تطهير سيناء من الإرهاب؟ يعني هل نستطيع أن نمحو التاريخ؟ هل نستطيع أن ننكر هذا الدور؟ طيب تعالى نرجع مرة تانية، أنا بكلمك بقى على الاتحاد القبائل، نرجع هنا برضو مرة تانية على الحاج إبراهيم العرجاني. هو الرجل ده ملوش دور وطني؟ يعني ألم يقف هذا الرجل ومعاه اتحاد القبائل، هو واحد من مشايخ أكبر أو واحدة من أكبر القبائل في سيناء، ومعاه كل مشايخ القبائل العربية، ومعاه كل أبناء القبائل العربية. إبراهيم العرجاني الذي يهاجم ده بالمناسبة هو اللي ابنه استشهد بسبب الإرهاب. يعني قاعدين بيهاجموا واحد ابنه استشهد بسبب الإرهاب. هل إحنا نسينا المشهد تاني بتاع الدواعش والإرهابيين والتنظيمات الإسلامية المسلحة اللي كانت مسيطرة للأسف الشديد على سيناء في 2012 و13 وبداية 2014، وهم بيمشوا بقوافل ومواكب عسكرية بيستعرضوا قوتهم، وهم مجموعة من الإرهابيين والفصائل المسلحة المتطرفة بيستعرضوا قوتهم في سيناء؟ طب ما ترجع لليوتيوب يا أخي. وهسألك سؤال، هل هذا المشهد كان يرضيك؟ أكيد لا، ولا مصري واحد كان يرضيه ولا يقبل هذا المشهد على الإطلاق. فلاقي أنه أهالينا في سيناء اللي هم النهاردة ممثلين داخل اتحاد القبائل العربية، واحد من أهالينا في سيناء يلعب هذا الدور الوطني الرائع والعظيم والجسور والشجاع ويدفع ثمن باهظ هو حياة ابنه، وربنا يخلي طبعا بقيت أولاده، لكن دفع ثمن مخيف. مين فينا يقدر يتحمل فقدان ابن من أبنائه؟ هذا الابن استشهد بسبب هذا الإرهاب اللي كان موجود في سيناء. هذا الرجل واصل تعاونه وتكاتفه مع دولته، مع بلده، مع قواته المسلحة لأجل تطهير الإرهاب. يجي بعد كده يتعمل كيان تنموي زي اتحاد القبائل العربية فلاقي ناس بتهاجمه. طب السؤال، وانت بتهاجم كيان تنموي ليه؟ يعني لما تيجي تشوف اتحاد القبائل العربية ولا تشوف الحاج إبراهيم العرجاني نفسه، انت شفتوا الناس دي مثلا يا جماعة قاعدة على دبابة ماسكين مدافع وبيتجولوا في شوارع سيناء، ولا قاعدين بيحركوا لوادر وحفارات وعمالين بيشتغلوا لأجل الإعمار ولأجل التنمية وبناء مجتمعات واستثمارات وما إلى ذلك؟ هو مين يكره ده؟ يعني قل لي مين طبيعي وعاقل يكره مشهد عبارة عن لوادر للبنى وللتنمية وللزراعة ولإقامة المصانع وللاستثمارات إلى آخره؟ من يكره هذا المشهد العظيم لمشايخ القبائل العربية وهي بتتحرك لأجل مصر؟ ده اتحاد القبائل العربية. قال لك أصل اتحاد القبائل العربية ده هيتحول لحزب. يا راجل بجد؟ يعني لو أنت مش عارف أنه سيناء، شمال سيناء وجنوب سيناء، سيناء ممثلة في مجلس النواب ومجلس الشيوخ عن طريق نوابها، هعمل حزب ليه؟ ما هو بالمناسبة اتحاد القبائل العربية ده أبناؤه، أولاده، أعضاؤه كلهم تقريبا أعضاء في أحزاب شتى من الأحزاب السياسية اللي موجودة في مصر.
والممثلة في المجالس النيابية المصرية أو البرلمان المصري سواء كان مجلس النواب أو مجلس الشورى، هعمل حزب ليه؟ عشان أعمل إيه؟ مش في الدماغ. هنلعب سياسة؟ هنروح نحرر فلسطين؟ يعني أنت متصور إنه اتحاد القبائل العربية معمول علشان يحرر فلسطين؟ لا، هو مش معمول عشان يحرر فلسطين، هو معمول لأنه تجمع لاتحاد، لأن القبائل العربية مشايخها وأولادها وأبنائها دول اللي هم أهالينا السنوية، لأجل الغرض التنموي اللي أنت شايفه قدامك، لأجل كل ما تراه. مين بني آدم وطني يكره ذلك؟ إطلاقا مفيش حد. مين عاقل يكره ذلك؟ مفيش حد. راجل وطني مع مجموعة من الرجال الوطنيين اتخذوا قرارا بأنه هذا الاتحاد يا سادة عمره 10 سنين، ده مش مولود النهاردة ولا السنة اللي فاتت ولا السنة اللي قبلها على الإطلاق. فهنا لازم تسأل سؤال، ويا ترى يا هل ترى إيه سر الهجوم الشديد اليومين اللي فاتوا دول؟ طب ما الاتحاد بقى له 10 سنين دلوقتي وبيشتغل مع القوات المسلحة المصرية في الحرب على الإرهاب في خلال ال10 سنين اللي فاتوا دول، جاي تهاجمه النهاردة ليه؟ يبقى هناك يعني هناك أمر ما. طب هذا الأمر اللي بيحصل إيه؟ هو أنه يسخنك على اتحاد القبائل العربية، يسخنك على إبراهيم العرجاني. طب وهيسخنك عليه ليه؟ دي بقى اللي بنسميها يقول لك في الشغلانة بتاعتك اغتيال معنوي. اهدم دورهم، اهدم صورتهم قدام الناس، صفي دورهم تماما. ليه؟ لأنه بمنتهى البساطة لا الإخوان المسلمين ولا اللي على شاكلاتهم ولا المتضامنين معاهم عايزين أي تعمير في سيناء. هي أسئلة مشروعة بطرحها على حضرتك، دور ورا الكلام اللي أنا بقوله، بص كده اتحاد القبائل العربية عمل إيه غير التنمية؟ بيشتغل على التنمية. يا ترى عاوز يخش ويعمل حزب وبتاع، يعمل حزب ليه؟ ما هو ممثل في كل الاحزاب، ابناء سيناء موجودين في كل الاحزاب، واللي عاوز يخش اي حزب يتفضل، واللي بيخش الانتخابات بيخش، اللي بينجح بينجح، اللي بيمثل داخل البرلمان سواء اذا كان مجلس النواب او مجلس الشيوخ بيمثل، وكل سنه واحنا طيبين وميت فل. طيب بيعمل ايه؟ بيشتغل تنميه، بيعمل استثمارات، بيبني مجتمعات، بيساعد الدوله زيه زي اي بني ادم وطني او تجمع وطني موجود في البلاد. واحده واحده، وخلونا دائما نعمل العقل. طيب معلش شويه بس كلمتين فعلا محشورين في صدري، وحاجه الحقيقه مستفزه الى ابعد الحدود وغريبه لابعد الحدود، والاغرب انه بعض الناس ممكن تستسلم لهذا النوع من الاغتيالات المعنويه ويتبناه ويروج ليه ويتحدث عنه وما الى ذلك. بس خليني بقى انتقل بيك على حاجة مهمة جدا، وهي المحور الرئيسي لحلقتنا من البداية وحتى هذه اللحظة، ألا وهو الدور المحوري والمركزي واللي دايما أصفه بالجسور اللي لعبته مصر في منع تصفية القضية وهي قضية الصراع العربي الصهيوني في المنطقة، ثم التوصل لإيقاف إطلاق النيران في غزة مصحوبة باستمرارية مصر من اللحظة الأولى وحتى الآن ودائما في إيصال المساعدات لأهالينا اللي موجودين في غزة فلسطين والحفاظ على مقدرات هذا الشعب. خليني أرحب جدا وبشدة بالدكتور صبحي عسيلة الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، نورتني وأعذرني على الإطالة يا دكتور. ربنا يخليك يا رب. دكتور صبحي، مصر لعبت دور مهم جدا وهو دور طويل وتاريخي لأجل قضية الصراع العربي الصهيوني في المنطقة، لكن في نفس الوقت الدور اللي لعبته مصر من 7 أكتوبر وحتى هذه اللحظة هو دور حالة دون تصفية القضية، وده محتاج يمكن تحليل وشرح وإيضاح من حضرتك. طيب مساء الخير يا أستاذ يوسف، وخليني يعني أحاول أربط الكلام المقدمة العظيمة اللي حضرتك عملتها عفو فندم الله يخليك بكمان الدور المصري، لأنه أنت عارف طبعا وكلنا عارفين الدور المصري دايما مستهدف، مش النهاردة بس، طول الوقت عبر سنين كتير كان دور مصر مستهدف بالذات في القضية الفلسطينية، وأكيد كل السادة المشاهدين سمعوا كلام كتير قوي من إشاعات وكلام يستهدف الدور المصري باختصار زي بالظبط ما أنت بتستهدف الحاج إبراهيم العرجاني. السؤال ليه؟ لأنه أنا بسميها في لوحة نشان كده ضمت كل مؤيدي هذه الدولة، حضرتك كنت واحد منهم، إعلاميين كتير، مؤسسات كتير، أي حد داعم لهذه الدولة دم ضمه لهذه اللوحة بتاعت النشان. طيب الحاج إبراهيم العرجاني باختصار شديد عنده اتحاد قبائل سيناء، وقبائل سيناء ودورها التاريخي
في القضيه اللي احنا بنتكلم عليها دي وفي دعم الدوله المصريه في حرب 67 ثم 73. الدور يعني نقدر نحكي فيه كتير جدا لقبائل سيناء، ثم اتحاد قبائل سيناء، ثم اتحاد القبائل العربيه دلوقتي اللي يضم اتحاد قبائل سيناء مع القبائل العربيه الموجوده في مصر، كما اعلن الاستاذ مصطفى باكر المتحدث الرسمي باسم هذا الاتحاد انه عندنا قبائل عربيه موجوده في مطروح، موجوده في السلوم، موجوده طبعا. موجوده هذا الاتحاد هيضمها كلها. اذا هنا دخل لوحه النشان. ليه بقى لوحه النشان؟ لانه بقى الدعم اقوى واكبر واوضح للدوله المصريه، فلازم يستهدف، لازم يكون يتحط في لوحه النشان ولازم يستهدف، لانه مطلوب يعني خلينا اقول ايه حرمان هذه الدوله وهذه التجربه من كل داعميها، او زي ما حضرتك استخدمت الاغتيال المعنوي لكل من يدعم هذه الدوله بالكلمه او بالفعل او بالعمل او باي تاييد كان، مطلوب ان هو يتم استهدافه. من هنا زي ما حضرتك سالت السؤال الصعب، هو ليه دلوقتي؟ ليه دلوقتي؟ ما هو اتحاد قبائل سيناء طول الوقت شغال. صححني لو انا غلطان، اظن لانه كلنا نعلم بانه سيناء كانت مهمشه للاسف الشديد لعقود في عهود سابقه. صحيح. والان خرجت بره دائره التهميش الى بؤره الاهتمام. صحيح. وهنا كمان لازم تبقى تنضم هي كمان لوحده التنشين، يعني طول الوقت بعض الناس لما كنا نقول لهم الارقام اللي بتتصرف، لما بتتكلم على 600 او 700 مليار جنيه يرصدوا للتنميه في سيناء واللي انت بتعمله في سيناء كلها، فيطلع لك بافكار اصلهم بيهجروا الناس، اصلهم بيهدوا، اصلهم بيعملوا، اصلهم بيسووا، حتى وانت بتحمي امنك القومي. اذا حتى تواصلك مع سيناء هو نفسه مستهدف. طيب السؤال دلوقتي اللي حضرتك طرحته بتاع هو ليه دلوقتي؟ ليه دلوقتي باختصار؟ لانه الامن القومي والحدود المصريه وبالذات في منطقه سيناء ملتهبه جدا. حد يقول احنا موجودين، احنا ولاد سيناء، احنا السيناويين، احنا اتحاد قبائل سيناء، احنا اتحاد القبائل العربيه موجودين في ظهر الدوله دي، فيطلع كل الاشاعات يقول لك لا 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 لا، دول هيبقى فصيل مسلح، دول هيبقوا دوله، دول هيبقوا ميليشيا مسلحه، دول هيبقوا كذا، دول هيبقوا كذا. طب ما بقوش يما يبقوا، استنى بس عليهم شويه، استنى خلينا نشوف. انما هو تاني عاوز يستهدف الدور المصري واي حد يدعم هذه المنطقه، لان الموضوع ملتهب. وده اللي حضرتك سالتني عليه، نخش على موضوعنا، انه سيناء طول الوقت كانت خلينا نقول مستهدفه طول الوقت، هي الناس عينيها عليها طول الوقت. وسينا دايما البوابه الشرقيه لمصر حضرتك عارف هي دايما جالنا منها يعني مشكلات كثيره، هي دايما بوابه لعبور بعض المشكلات لمصر. الازمه اللي احنا موجودين فيها من 7 اكتوبر فتحت هذا الموضوع كما لم يفتح من قبل في الحقيقه. ليه؟ لانه اذا حصل، وعشان كده الرئيس عبد الفتاح السيسي من اول يوم وانا دايما احيي هذه الرؤيه الثاقبه من الاول وحتى للسياسه المصريه نفسها من اليوم الاول، يوم 8 اكتوبر مصر قالت لا لتصفيه القضيه الفلسطينيه، لا للتهجير الاول، لا لتصفيه القضيه الفلسطينيه، ولا لتصفيتها على حساب الامن القومي المصري، لانه الثلاثه دول مرتبطين ببعض. يعني مفيش تهجير للفلسطينيين، ولو حصل والفلسطيني واحد فلسطيني نفسه اذا افترضنا جدلا انه قرر انه يهاجر ليكن، بس مش على حساب الامن القومي المصري ولا على حساب مصر. لانه مصر رافضه التهجير القسري والطوعي. والطوعي. اللي هو خلق حزمه من الاغراءات لاهالينا في فلستين للنجاه بالحياه. اه صحيح، وعشان كده قلت لحضرتك الثلاثه مرتبطين ببعض، لا للتهجير لا تصفيه القضيه، لانك لما تهجر الناس قسري او طوعي معناه انك بتنهي هذه القضيه. وده اللي قاله الاخ المتطرف اللي موجود في الحكومه الاسرائيليه دلوقتي سموتريتش، هو قال ده، قال هي الفكره كلها، قال الكلام ده من 7-8 سنين على فكره. في الكنيست الإسرائيلي قال لهم إيه؟ طول ما الفلسطينيين قاعدين في الأرض دي فالأمل موجود، مهما طال الزمن هيفضل الأمل موجود. الحل إن احنا نقطع الأمل عندهم، نخلع عندهم حالة يأس. طب واليأس ده يجي إزاي؟ نقطع الصلة بينه وبين الأرض، إذا هاجر من الأرض دي أو مشيناه من الأرض دي ينتهي هذا الحلم. وده اللي مصر واقفة ضده قولا واحدا، وعلشان كده كل ما مصر بتقف وكل ما مصر بتعلن وتؤكد هذا الموضوع يستهدف الدور المصري. وتلاقي كل الإشاعات وكل الحملات، مش بس حتى من الجماعات الإرهابية أو الجماعات المناوئة أو محور المقاومة، من الإسرائيليين نفسهم وحتى من الولايات المتحدة الأمريكية وصحف الولايات المتحدة الأمريكية، تلاقي أخبار كتير وكلام وافتراءات ومزاعم غير حقيقية، لأن مصر واقفة بتقول لا، مش هتتصفى القضية الفلسطينية، ولن تكون مصر يوم الأيام لا شاهدة ولا مشاركة في تصفية القضية الفلسطينية. والعنوان العريض اللي بيضم الكلام ده كله اللي الرئيس السيسي قاله قبل كام سنة بعد ما جاء على طول، انه هذا هو يدير سياسه خارجيه بشرف في زمن انا بضيف عليه في زمن عز فيه هذا الشرف. ولما تقعد وحضرتك ادرى وعارف ده كويس مع كل الفلسطينيين يقول لك وكلهم بيعترفوا من اول حماس لحد فتح وما بينهم ان الطرف الوحيد في هذه المنطقه الذي لم يتاجر بهذه القضيه هو الطرف المصري،
وبيسلموا كل حاجه للطرف المصري. بتحصل خلافات راحه جايه، انما طول الوقت مصر موجوده داعمه للخيارات الفلسطينيه، وعلشان كده تبقى انت دايما الشوكه اللي في ظهر كل المخططات اللي بتتم، زي بالظبط ما كانوا. بمناسبه حضرتك كلمت عن الجماعه الارهابيه والجماعات اللي تستهدف مصر، يعني هي الشوكه كانت فين؟ هي العقبه الكبيره كانت فين؟ كانت مصر. اذا انت فزت بمصر يتحقق المشروع، اذا ما فزتش بمصر يفشل المشروع. وهذا ما حدث في 2014 لما 13 لما الثوره قامت وزيح الاخوان، سقط المشروع الاخواني تماما، ما بقاش موجود صحيح. وانتهى الموضوع على كده. اسرائيليين نفس القصه، انت عندك مشروع يحلموا ان هم يصفوا هذه الارض تماما ويهجروا الفلسطينيين. مين اللي واقف في الموضوع ده ومين اللي يقدر يقف في الموضوع ده؟ مفيش غير مصر. اذا مصر قالت اوكي على التهجير مثلا، العمليه سهله جدا. مصر وقفت ضد التهجير تحصل كل المشاكل. اذا لازم تستهدف مصر، لانه الدور طول الوقت انت اللي حافظت يا استاذ يوسف، سواء حربا او سلما، انت اللي حاربت عشان القضيه دي، وانت اللي دخلت سلم برضه عشان الارض دي، عشان القضيه كلها، وعشان الصراع اللي حضرتك سميته الصراع العربي الاسرائيلي كله. وطبعا حضرتك ادرى، اذكر حضرتك الخيارات لما قالوا لنا انه مصر خرجت من المعادله، ومصر خرجت من اللعبه، ومصر راحت، ومصر ومصر ومصر، ثم تاني جاء الجميع الى الرؤيه المصريه. وما كانتش يعني، انا هذكر حضرتك بحاجه واحده كانت مدهشه جدا جدا. احنا بعد مبادره السلام وبعد زياره الرئيس السادات وبعد ما عملنا معاهده السلام 79 وحصلت المقاطعه العربيه لمصر والهجوم على مصر و و و و الناس ما خدتش بالها انه في سنه 82 مؤتمر فاس في المغرب، مؤتمر القمه العربيه في فاس 82، بتكلم بعد سنتين سنتين ونص تقريبا، بيتبنى مبادره الملك فهد لتسويه هذا الصراع على اسس سياسيه واسس سلميه اساسا. ثم نيجي بقى ونمشي من 82 ونمشي في هذا الاطار اللي هي اصلا الرؤيه المصريه اللي هي بداية. اساسا الرؤيه المصريه لتسويه هذا الصراع اللي هي القائمه زي ما كلنا عارفين وحافظين دلوقتي، حل دولتين على حدود الرابع او على خطوط الرابع من يونيو 67، القدس الشرقيه عاصمه هذه الدوله، ولا حل غير ذلك. الرئيس السيسي قال الكلام ده كم مره؟ 1000 مره. وقالها في الامم المتحده، وكلم الاسرائيليين، وكلم كل شعوب العالم. صحيح. لا امن ولا استقرار في هذه المنطقه الا لو سوينا القضيه دي، وتسويه القضيه دي بشكل عادل وشامل عشان ما يحصلش كل اللي بيحصل ده تاني، لازم تقوم دوله فلسطينيه، ولازم حلم الفلسطينيين يتحقق في دوله فلسطينيه. الفلسطينيين نفسهم تعبونا، يعني حماس في انقلابها في 2007 لما انشقوا الاخوه الفلسطينيين وبقى في الضفه وفي غزه، احنا يعني راح مننا مجهود كبير يا استاذ يوسف في هذا الموضوع علشان نقدر نرجع الفلسطينيين تاني لبعض، علشان يبقى في وحده صف، وحده صوت، لانه بنيامين نتنياهو اللي موجود دلوقتي اللي هو عامل كل اللي عمله عشان حماس عشان يغذي هذا الانقسام، كان طول الوقت هو بيتهرب من المفاوضات، هو واللي قبله كان العنوان الكبير اكلم مين؟ يعني انا لما اكلم الفلسطينيين اعمل اتفاق مع مين؟ اعمله هنا ودول مش راضيين؟ طول الوقت كان يقول لك ما فيش شريك فلسطيني للسلام، طول الوقت خدوا هم المقوله دي وابتدوا يشتغلوا عليها. عشان كده مصر قالت انه لازم نعمل مصالحه فلسطينيه، وعلشان كده مصر اشتغلت على مصالحه الفصائل اللي هي المصالحه الفلسطينيه الفلسطينيه، بذلنا فيها مجهود والاجهزه المعنيه بالصدوع. صحيح. والاجهزه المعنيه في مصر يعني تحملت الكثير والكثير في ظل هذا الموضوع. هقول لحضرتك برضو تاني مشهد واحد صغير. مصر في عز ازمتها، في عز ازمتها بنتكلم في مايو 2011 في عز ازمه والفوضى وانهيار الدوله حقيقه، يعني بنتكلم بعد 11 يناير 11 باربع شهور، مصر ما نسيتش القضيه دي. مصر عملت واحد من اهم الاتفاقات اللي ما زال بيستند عليه لحد دلوقتي بين الفصائل الفلسطينيه، ورعت وحضرت الفصائل الفلسطينيه كلها في مصر وقعت على اتفاق واحد من اهم الاتفاقات. مين يقول ان دوله في ظل هذا الانشغال وهذا مؤسساتها شايفه القضيه دي؟ لانه القضيه دي طول الوقت بقول دي قضيه هم مصري اساسي، قضيه داخليه مصريه. نحن لا نتعامل يا استاذ يوسف مع القضيه الفلسطينيه باعتبارها قضيه خارجيه او قضيه على الحدود وخلاص، خالص هي قضيتنا احنا المركزيه. بالظبط كده، والرئيس بنفسه وصف ده، قال هي قضيتنا. صحيح. المركزيه. طب انا هستاذن يا دكتور صبحي، هروح لفاصل سريع جدا. تفضل. وعد، وهنرجع نكمل الكلام مع حضرتك، ويمكن يبقى في عندنا مثلا مدخل حتى ما بين المقدمة اللي أنا قلتها وما بين الكلام بتاع حضرتك. مصر بتشتغل على أنه سيناء جزء لا يتجزأ من إجمالي القطر المصري بعد سنوات وعقود وعهود طويلة من التهميش، وده جزء رئيسي في الحيلولة دون تصفية القضية زي ما حضرتك قلت،
ولانه كان في محاوله لتصفيتها على حساب الامن القومي المصري صحيح. فهيبقى اهجر الناس من فلسطين او اوطنهم في سيناء الى اخره. فاللي بيهاجم دلوقتي اتحاد القبائل العربيه، اللي بيهاجم بقى الحاج ابراهيم، اللي بيهاجم اي شكل من اشكال التنميه، هو عاوز سيناء فاضيه. جمله واحده، وده اللي الجماعه كانوا عاوزين يعملوه هم موجودين، الجماعه الارهابيه وهم موجودين كان في كلام على بلغوا الرئيس محمود عباس ابو مازن بالكلام ده، وقال الرئيس محمود عباس وكان وقتها محمد مرسي لا زال حيا يرزق، قال ومستعد اواجهه بالكلام. هذا صحيح. خلوني اروح للفاصل ونرجع نكمل كلامنا. خلوني أجدد الترحيب مرة تانية بدكتور صبحي عسيلة، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، بل أحد أهم خبرائنا كمان. وهنا زي ما كنت بقول لحضرتك على طول قبل الفاصل، قد يكون هناك مفارقة ما، أو بالأدق هناك في نقط لقتل التلاقي. يعني الهجوم على اتحاد القبائل العربية والهجوم على الحاج إبراهيم العرجاني، وكأن هؤلاء المهاجمين عايزين سينا فاضية، وتفضل طول الوقت في دايرة التهميش زيها زي كل العقود والعهود الماضية، لأن سينا إذا فضيت أصبحت جزء من معادلة التصفية. طيب هو السؤال دلوقتي زي ما بدأنا بيه، هو ليه دلوقتي؟ ليه؟ لأن في كلمة بقت موحدة لسينا، يعني بقى في حد بيتكلم باسم قبائل سينا، باسم الناس بتوع سينا، باسمه هيقول لأ، بقى موجود. طيب بقى في عندك التنمية اللي كنا بنتكلم عليها، الدولة راحت واخترقت، بمعنى كلمة اخترقت سينا. سينا طول الوقت احنا بنغني لها طول الوقت. كان كلام، ومشروعات تنمية سينا على فكرة كانت حبيسة الأدراج طول الوقت، موجودة في كل مؤسسات الدولة، كانت موجودة أعظم مشروعات. وكل 25 إبريل نقول إن شاء الله السنة الجاية هنلاقي المكان كذا، وتنمية سينا أمن قومي، وتنمية سينا أمن قومي، وتنمية سينا أمن قومي. إنما ما عملناش اي حاجه من الموضوع ده، او ما عملناش حاجات كبيره في الحقيقه يعني. ثم بيجي الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2014 ياخد كل الملفات دي بكل المشروعات زي ما عمل في كل المشروعات اللي عندنا، ويروح يخش يخترق بجساره ويعمل هذا الموضوع، ويربط سينا بخمس ست شرايين اساسيه، علشان سينا لما نقول انها جزء لا يتجزا زي ما حضرتك قلت من ارض مصر، من الشعب المصري، من الامه المصريه، يبقى حقيقه تقدر تروح سينا وتيجي من سينا وتعمل كل حاجة. ثم تبقى مشروعات التنمية نفس الخريطة اللي بتتعمل في كل الوطن هي نفس المشروعات اللي بتتعمل في سيناء، هي نفس المشروعات اللي بتتعمل في الصعيد. علشان كده بقول ان المشروع التنموي اللي بيبناه الرئيس السيسي هو مش بالتوالي، هو موجود على التوازي، التوازي في كل ربوع الوطن. وعلشان كده طول الوقت الصعيد بيتكلم على انه نالوا جزء عظيم، طول الوقت الناس بتتكلم على الصعيد، وخلاص الصعيد بيحصل فيه ايه دلوقتي، سيناء بيحصل فيها ايه دلوقتي. اذا الدولة اخترقت وراحت، هنا زي ما بيقولوا ايه، انت ترد الموضوع. يعني قبائل سينا كمان بقوا حاسين بهذا الامتنان، هذا الامتنان لابد ان يعبر عنه، لازم حد يتكلم عن سينا. لما يجي حد يفتري او يطلع اشاعه على ان سينا مش عاوزه، اهالي سينا مش عايزين، اهالي سينا رافضين، اهالي سينا كذا، اصبح في صوت هناك، اصبح في صوت متوافق عليه دلوقتي معروف، لما هيقول كلام يبقى الكلام ده بيعبر عن اهالي سينا. طيب هو حضرتك حتى وانت بتقول في المقدمه تاني الجميله اللي حضرتك قلتها، هم بيقولوا انه يتحول لحزب. طب انا بسال السؤال بشكل عكسي، وحتى لو يتحول لحزب، احنا عندنا قانون على فكره في البلد دي، القانون ده بيقول اي حد في مصر يستوفي الشروط الموضوعه لتاسيس حزب ياسس حزب. احنا معانا يعني بالظبط اعضاء صحيح في مجلس النواب من شمال سيناء ومن جنوب سيناء، وبيمثلوا كل الـ 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 المناطق اللي موجوده هناك وكل دوائرها الانتخابيه يعني، واعضاء في احزاب كتير صحيح. يعني انا قصدي اقول لحضرتك الشوشره دي جايه ليه. انا ليا طريقه كده في الرد على الناس، اقول له وماذا بعد؟ يعني هو اللي يمنع المهندس ابراهيم العرجاني او اي حد في سيناء عايز يعمل حزب انه يعملوه؟ يعني ايه الموضوع؟ انما هل حزب لسيناء هو هنا الغرض؟ هل هيعمل حزب سيناء؟ غير صحيح، القانون لا يسمح، القانون لا يسمح طبعًا انه يتعمل طبعًا حزب لسيناء، ولا حزب للمنيا، ولا حزب للشرقيه، القانون لا يسمح. اذا هنا تاني الاغراض، وانك تشوشر وتملا الفضاء بكم من الضباب يحجب الرؤيه الاساسيه، فيقول لك يرمي لك موضوع الحزب، يرمي لك انه هيبقى فصيل مسلح، هتبقى ميليشيا مسلحه، هنبقى عاملين زي دول تانية، هو الجيش مش قادر، هو الجيش مش كذا، يبدا البلبله طول الوقت في الموضوع. بينما الجميع يعرف ان اللي واقف في الموضوع ده ويقود التنميه ويقود الدفاع عن سينا هو الجيش المصري، هو اللي بيتحرك، هو اللي بيعمل كل حاجه، هو اللي الرئيس السيسي قال عليه قبل كده، يعني انا مش عاوز استخدم التعبير، انما الجيش المصري اللي شايل، يعني انا مش عارف، يعني مش عارف اقول التعبير، بس هو شايل الهم كله سواء في الداخل او الخارج، والشعار الاساسي يد تبني ويد تحمل السلاح. اذا
انت هو عاوز يشككك في قدره الجيش المصري فيقول لك اكننا بنعمل ميليشيا كما لو كنا احنا محتاجين ميليشيا. مصر عمرها ما عرفت الميليشيات ولا هتعرف الميليشيات ولا هتعرف الميليشيات طول الوقت، ولا طبيعه مصر كده، ولا عقيده جيشها كده، ولا بناء البناء السياسي والذهني بتاع الجيش المصري والدوله المصريه كده على الاطلاق. دكتور صبحي نورتني النهارده وشرفتني، واسف جدا برضو على الاطاله، واتمنى ان احنا نتكلم كتير لانه الموضوع شديد الاهميه، قضيتنا المركزيه لا زالت حاضره وسوف تظل حاضره طول الوقت، وبالتالي احتياجنا ليك هيستمر طول الوقت يا دكتور. شرفني يا سيدي، وتنورنا وتشرفنا دايما. يمكن حتى على مقوله دكتور صبحي عسيله، بقول لكم ايه يا جماعه، اللي ما يعرفش، بصوا، اللي ما دخلش الجيش واللي ما شافش الجيش واللي ما يعرفش الجيش، انا بظن ان دي مشكله كبيره، لانه عمليا احنا الجيش عندنا جيش الزامي يعني، وبالتالي احنا تقريبا 110 مليون مواطن، فاحنا تقريبا كلنا دخلنا الجيش، يعني اي حد عنده اخ ولد فبالتاكيد دخل الجيش، واللي ما عندوش اخ ولد فهتلاقي فيه مننا كتير جدا ضباط جيش. حلو كده؟ طيب ممكن تروح تتفرج على فيلم السرب هتعرف بس الجيش المصري ده ايه؟ رجالته عاملين ازاي؟ وبيتحرك ازاي؟ وقدرته الى اي مدى؟ طب انت رحت فيلم السرب يا يوسف؟ انا شفت فيلم السرب من الجلده للجلده. بكره بقى بعد اذنكم يعني فكروني احكي لكم حدوته فيلم السرب عشان تعرف مين هو الجيش المصري وقدرات الجيش المصري ومصر اللي عمرها ما سابت حق عيالها. وعزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهده، يجب 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 عليك ان تربط ما بين الهجوم على إبراهيم العرجاني والهجوم على اتحاد القبائل العربية ومحاولات تصفية القضية. اللي عاوزين يصفوا القضية عايزين سينا فاضية، فلا عايزين اتحاد ولا عايزين تنمويين ولا مستثمرين ولا شخصيات وطنية فقدت عيالها. خلصت الحلقة لحد كده، بس ما خلصش الكلام، وحالا يكون موجود معنا كريم رمزي وبرنامجه رقم 10. وبالمناسبة أول كام دقيقة في الحلقة انفراد لكريم رمزي كما جرت العادة. استنونا، وإحنا لو كلنا العمر نقابلكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة. سلامات.